مشاهدينا مرحبا بكم، أهلا وسهلا في برنامجكم الأسبوعي نقطة استفهام. طبعا هذه الليلة باش نحاولوا نعملوا ريكاب وأهم ما شغل المواطنين والشعب التونسي في الأسبوع الفارط، اللي هو موضوع كارثة كبيرة صارت في بلادنا، اللي هي موت 12 رضيع في مستشفى في الصحة العمومية. تعرف اللي هذا بالفعل أثار ضجة حتى في الإعلام العالمي، أقول في الإعلام العالمي، لأنه فضيحة كبرى في تونس بمثل هذا الشأن. واللي نعرفه أحنا اللي صناع الربيع العربي وتونس في الخارج وأهمية تونس في الخارج، اللي الزعيم الحبيب بورقيبة صنع هذه الأمة وهذا الشعب باش يفخر فيه في الأخير في العالم، لكن نوصل إلى مستوى كارثة، بالفعل كارثة. وهذا إقرار حكومي مش إقراري أنا، لأني بالفعل أنا شخصيا مناش في الليلة ذي باش نبكيه باش نحله. توفيق الحكيم قال حكمة كبيرة ياسر: إذا أردت أن تصمد الحياة فلا تأخذها على أنها مأساة. مناش المأساة حصلت، وإحنا بهذه المناسبة نتقدم بالتعازي لعائلات الرضع، لأنه بالفعل ربما كان في الأثناش الرضيع ذي كان واحد باش يكون زعيم تونسي باش أكثر، وربما باش يكبر أكثر من الزعيم بورقيبة. لكن فضايح كما هذه مفروض أنه الهوائيات والعالم أصبح قرية، يعني بالفعل ولينا خزي أنه نولي وتوانسة بمثل هذا المعنى. يعني مانيش باش نقعد ياسر نحكي في هذا الموضوع، قلت الليلة باش نحلوا في هذا الموضوع وقعدوا معنا. كذلك موضوع أثار ضجة في الإعلام، كذلك هو مجلس الأمن القومي والقرارات اللي أخذها رئيس الجمهورية، اللي بالفعل تعد سابقة، اللي مانيش باش ياخذ موقف من قضية التنظيم السري. كذلك ملف رقاب اللي مجلس الأمن القومي قال مش ممكن أنه باش نسكتوا على هذا الملف، لأنه بالفعل يعني ملف يستحق أنه نتابعوه. كذلك حالة الطوارئ اللي توفى في 4 أفريل، نقاط استفهام عديدة في هذه الحالة اللي جدل كبير. خليني نرحب بضيوفي في هذه الحلقة، نرحب بالسيد عمار عمروسية نائب مجلس الشعب. مرحبا سي عمار. مرحبا. كذلك الأخت فاطمة المسدي نائبة مجلس الشعب. مرحبا. مرحبا بك. ومعنا الدكتور محمد فوزي بن سليمان، طبيب مختص ورئيس قسم سابق في معهد صالح عزيز، خبرة 30 سنة في الطب والصحة العمومية. مرحبا بك. يرافقني طبعا في كل أسبوع خليل ووفاء. مرحبا وفاء. مرحبا. ساحبت قول إن شاء الله المانع خير، يعني قلق كبير ياسر على وفاء، حادث مرور إن شاء الله معناها اللي الأسبوع، وأنا شخصيا مكالمات هاتفية كبيرة جاتني معناها يسألوا على حالتك، موجودة وفاء، وإن شاء الله معناها هذه عين وشر وطار. الحمد لله، وشكرا لكل من جزع لأجلي، والحمد لله اللي نجاني. مرحبا بك سي مراد، مرحبا بضيوفك الكرام. أنا قبل كل شيء، احنا عندنا خطب جلل هو وفاة 12 رضيع في مستشفى الرابطة. نعزي عائلاتهم، نعزي أمهاتهم، هاك الأم هذيك هاك اللي حبلت واللي توحمت واللي تعذبت واللي ولدت واللي حلمت واللي هي والبو فرحوا مع بعضهم وحضروا الاسم وحضروا كل الحوايج وزهزوا البيبي وحضروا البيت، ولكن توا في التحليل نشوفوا علاش بربي هالأيام هذه. يلا غالب احنا أيام حزن وحداد في تونس. فارقتنا شاعرة تونسية سونيا بوقديدة، هي شاعرة وممثلة، فقدتها تونس، فقدتها الساحة الفنية، ساحة الشعراء. هذه اللي مثلت دور أرنوبة في ضيعة محروس، يعرفوها أطفالنا الكل يعرفوها، وفيها الأجل المحتوم ليلة الاثنين. الله عن عمر يناهز 45 سنة في سن الزهور، خليت بنيتها ملكة،
الله يرحمها وتغمدها الله بوافر رحمته وأسكنها إن شاء الله فراديس الجنان. آمين. شكرا. خليل مرحبا بك. مرحبا مراد. مناش باش نبكيو احنا، لا لا احنا بطبيعتنا نحبوا السادة المشاهدين، بطبيعتنا مناش بكايا بطبيعتنا. اما الصباح وقت اللي نختاروا في عنوان الحدث مع الفريق الصحفي نتاع قناة تونسنا، بقينا نتناقشوا انا ونجوى ومنتصر، فنعرفش كيفاش جاني العنوان، قلت له جرس الانذار الاخير، يعني موت الرضع، موت الاطفال اللي تحرموا من الحياة وقت اللي ربي عطاهم حياتنا حين هالم احنا بكل أثامنا الله غالب. جرس الإنذار الأخير علاش؟ لأنه جاتنا إنذارات قبل، خرجنا التران على السكة وصارت مشاكل، كنا معناها كي نمشيو الحم غلا ولينا ناخذوا بالنصر ما يقلقش، المعيشة غلات علينا ولينا منيو في رواحنا ونشمو في الريحة بتاع الحاجة ما يسالش، كل شيء صار لنا، تعليمنا تضرب بقينا نقاوم، استقرارنا تضرب، حياتنا الخاصة تضربت. ولكن عندما وصلت أن نهدوا حق الأجيال القادمة في الحياة، فهذه مصيبة، مصيبة مانيش باش نحملها الوزير ولا الغفير، الاثنين كيف كيف، الناس الكل ما يتحملهاش وزير جاء عنده شهرين، وما يتحملهاش موظف، مصيبة يتحملها سيستم الصحة للجميع. في وسط الهموم متاعنا والثمانية سنين اللي صارت فيها المحاصصات الكبرى وصارت فيها الشعارات الكبيرة متاع التشاركية والنموذج التونسي الاستثنائي، نسينا اللي المرفق العمومي هو الشريان الحيوي متاع الدولة. كل المرافق العمومية تحكمت، كل المرافق العمومية تقدم في الخدمات الأساسية للمواطن، أعطيني مرفق منهم يخدم كوميلفو في النقل ولا في التجهيز ولا في أي شيء، في كل الخدمات اليومية اللي تقدم المواطن تحكمت. وأخيرا أخيرا كنا معناها يعني كلمة للسلط، احنا جبنا صغار ونحسوا ياسر، نحسوا ما فيهاش تعليق، كنا نهزوا صغارنا في مواكب بتصغاريت وندفعوا 45 دينار في السبيطار، اليوم نهزوا صغارنا في كرادن وندفعوا 560 دينار، ندفعوا 560 دينار على طفل مات ينجم يكون بإبرة مسمومة نتيجة لأهمال، ينجم يكون نتيجة لاغتنام وعادات طبية غير صالحة، ينجم يكون نتيجة لدواء غير صالح أو لموظف غير صالح، ينجم يكون نتيجة الناس خمت في التموقعات نتاعها الشخصية ونسيت اللي يلزمها تحط في المندوبية الجهوية للتربية أحسن ما ثم عنا في البلاد، وفي المندوبية الجهوية للصحة أحسن ما ثم عنا في البلاد، ويلزمها تحط تكنيسيانات نظاف وعمال نظاف وإلى غير ذلك. كل مرافق الدولة قاعدة تتحطم مقابل أنه يمشي المواطن التونسي بعد إلى كلينيكات هي أشبه بالمنتجعات السياحية، اللي يهز واحد من أهله الكلينيك بعد يدفع الخمسة والستة والسبعة ملايين وما يتلقاش دواء باهي. هذا هل هو هتك منهج للدولة التونسية؟ هل هو تخريج عباد من الحياة وتدخيل عباد أخرى؟ هل ثم أرض تسمى لجوء لندفن فيها؟ وهل في التراب كذلك مقبرة أغنياء ومقبرة فقراء؟ هذا نسألوه اليوم، لأن فهم برشا ناس في خذم الشيء اللي نسمعوا فيه وفي خذم الأفراح اللي نسمعوا فيها والأحزاب الجديدة اللي قاعدة تحل والرخص الجديدة اللي قاعدة تعطى، وكله نسينا اللي ثم جزء كبير من هذا الشعب التونسي اللي مستانس يداوي في السبيطار العمومي ويقري في المدرسة العمومية وينتفع بخدمات النقل العمومية، انسيناه ما عادش موجود عند الناس هذية، موجود فقط باش نعنقوه ونزوروا الكوخ نتاعو باش نعملوا تصويرة، موجود فقط باش نعملوا إعانة المعوزين وما نحيوش العوز، موجودين فقط باش نتعذبوا باش نتألموا. اليوم أنا في الألم هذا باش نعطي ألم تاع ناس أخرى في تونس قاعدين يعيشوا معنا في كل 24 ولاية، يعانيوا في الويلات، الناس نتاع الدياليز اللي صفيوا في الدم، اللي يزمك في الحصة 375 دينار، إذا عندك ثلاثة حصص تصفية يزمك 1,200,000 في الجامعة، هذوما شكون بهم؟ هذوما قاعدين يداويوا اللي ما عندوش معناتها كالبريزون شارج وكذا، يعني عمليات موت بطيء قاعدة تصير في تونس وقت اللي المصريين تنبهوا قبلنا، يا خويا عندك ما عندكش دولة أنت، عامل جهد وطني، المصريين عملوا مستشفى الأورما اللي سرطان الأطفال وعملوا مستشفيات القلب باش بالاكتتاب اللي عنده دينار واللي عنده 100,000 ورجع، عملوا حاجة مرة تقول لا خلي العباد تدعي عليكم بالخير، عملوا حاجة مرة عملوا اكتتاب باش تعملوا مستشفى للناس هذه على الأقل، تولي الوضع المترجي للصحة العمومية حق مواطن على الدولة أنه يصفي الدم بلاش، أصبح إنسان معناتها معوز على الحياة يصفي الدم، معناتها كل شيء نعملوا نتاجروا فيه، كل شيء رجعوا منتجع سياحي، تصفية الدم، أمراض القلب، كل شيء، وين ماشيين بالضبط؟ هذوما الأحداث الصغير هما شاهد على عصرنا 12 اللي ضاف هما شاهد على عصرنا،
هما حياة ولينا نقبلوا فيها قبل ما تتولد، هما سيستام تهتك، هما مؤسسات دولة ما عادش موجودة، موجودة ناس تتكلم باسم الدولة والمؤسسات قاعدة تهتك هذا راهو خليل هاو جايين هاو جايين جرس الإنذار الأخير هذا جرس الإنذار الأخير، لأنه بالفعل نحبكم تقعدوا معنا باش نحلوا بهدوء وبوضع، نحبهم بينوا لكم شنو اللي موجود في هذه البلاد. خلينا نشوفوا هذا التقرير حول شنو اللي وقع بالنسبة لموت هذم الرضع الله يرحمهم، شوفوا مع بعضنا ثم نعود. يواجه قطاع الصحة في تونس وليشكو من نقائص عديدة وانتقادات كبيرة للمدة الأخرانية، وزاد عمق الأزمة أكثر وفاة 12 راضية في مركز توليد مستشفى الرابطة نتيجة تعفن جرثومي حسب المعطيات الأولية. الموضوع تجاوز كل القيم الإنسانية، خاصة بعد تسليم السبيطار لكراذن فيها جثث الرضع لأهاليهما، وتحول الجدل من خطأ طبي أو مخبرية إلى اعتداء على حرمة الموتى وأهاليهما، وفيه إهانة كبيرة واستخفاف مشاعر الأولياء وأقاربهم. الفاجعة هذه هزت الشارع التونسي الكل، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية إلى نقد وزارة الصحة والحكومة عموما، نظرا للتقصير والإهمال اللي وصلوا قطاع الصحة في تونس. الوضعية اليوم هي مستقرة، احنا كلجنة تحقيق مطالبين باش نعطيه الأسباب وتحديد المسؤوليات. احنا في اجتماع مفتوح أعضاء اللجنة اللي هي تضم كل الاختصاصات والخبراء المعروفين، اللي اتفقنا فيه هو أنه لابد من الإعلام أول بأول للعموم. الموضوع هو إلى حد الآن ما زال فيه فما تحاليل نقوموا بها، فما يعني استقصاء نقوموا به، ما زلنا في المرحلة الأولى. مبدئيا احنا شكوك كلها ماشية للمستحضر اللي تم اعطاه للصغيرات، وطبيعي جدا المستحضر هذايا فما ظروف معينة يتعدى بها أثناء الاعداد، سواء كان في علاقة بالمباشر، سواء كان علاقة بالمواد الأولية، ثم حتى المحيط المباشر، سواء كان هك المساحات، سواء كان الهواء، هذا كله محل متابعة، واحنا باقيين نقيم في الوضعية. هو المستحضر طبيعي جدا، المستحضر هذا هو مجموعة من مكونات، هو ماهوش دواء ولكن هو مستحضر خليط بين عدة مواد اللي حاجته بها كل صغير. هو المستحضر سواء كان من مخابر تونسية أو أجنبية هو يتعدى بالمراقبة الفنية عند التوريد، والمواد اللي يتم استعمالها كلها خاضعة للمراقبة الفنية، ثم حاصلة على التراخيص الضرورية اللي هي أكل لوتوريسون دو ميسيو المارشي اللي ما تتعطاه كان بعد إجراء كل التحاليل وتثبت من كل المعلومات اللي في علاقة بالمادة. وبالرغم من محاولة الإصلاح اللي اعتبرها العديد من المدخلين بالمحتشمة واعتبرها عدد آخر بأنها ذرة مادة على العيون، أمام هذا الكل جاءت استقالة وزير الصحة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد اللي قبلها بسرعة ووعد بمحاسبة كل من قام بالتقصير أو أضر بالصغيرات وتسبب في موتهم، كما قامت النيابة العمومية في تونس بفتح تحقيق قضائي في الحادثة. من جهة أخرى أكدت سونيا بالشيخ الوزيرة بالنيابة في مؤتمر صحفي لها أنه أسباب الوفيات ناجمة وفق المعاينات الأولية عن تعفن جرثومي في المحيط الاستشفائي، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصلاحية. وكشفت الوزيرة زيدة في تشخيصها للمشاكل اللي واجهها القطاع الصحة وأنه في حالة طوارئ منذ مدة طويلة، وأشارت زيدة إلى أنه إشكاليات كثيرة خليت أبناء الصحة يطلقوا في العديد من المرات صيحات فزعة نظراً لما يشكوه القطاع من نقائص عديدة. نهار الجمعة قالوا لنا راهو البيبي توفى كل شيء، ولو أنه ما عندك كيزورنيه وكل شيء، الحالة متاعه مستقرة ومتحسنة وناشط، معناتها في الكوافيز متاعه معناتها ناشط، بارك الله عليه، قلها الحمد لله ما عندها لاباس كل شيء. ما رعنا لأن نهارت السبت نزوره في الوالدة متاعه، فهمتني، في نزوره في الوالدة متاعه، تعدينا بنشوفوه في الكوافيز، قالوا لنا راهو توفى، معناتها لا علمونا، قالوا لنا معناتها هو توفى ديجا من نهارت الجمعة من السبعة، فهمتني،
ما عرفنا وحدنا عن طريق الصدفه لكونه توفى نهار السبت عن طريق الصدفه، فهمتني؟ وسمعنا وقت الشوشرة كل شيء لكونه 11 صغير توفي بالجرثومة هذايا السبت والاحد، استعملنا الثلج باش ما يتعفنش البيبي. من بعد جاء وكيل الجمهورية رجعوا للتشريح شرنيكو بعد ما صارت معناتها تحقيق في الحكاية. وفي ظل هذا الكل وإلى أن يتم غلق الملف محاسبة الجنيد، تبقى لوعة التوانسة وخاصة العائلات اللي فقدوا صغيراتهم متواصلة، فلا يرحم الصغيرات الكل ويصبر أهاليهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم الرضع متاعنا. بالفعل كما قلنا منذ البداية ربما كانت كارثة بأتم معنى الكلمة، صدمة نفسية لكل التونسيين. الشارع التونسي تحرك، الناس عرفوا اللي منظومة صحية متردية بشكل ملفت للانتباه، معاش حتى شك. وهذا ربما باش نشوفوه مع الدكتور سيفوزي، يعني منظومة صحية في تونس. انت تو طبيب مختص عندك من الخبرة ما يكفي، حبوا في هذا المنبر هذه الليلة ما نقعدوش نزيفوا في الحقائق، يعني علاش وصلنا بالشكل هذا؟ كما قلنا هي انفكسيون نوزوكوميال اللي هي معناها مرض جرثومة في السبيطار. شنو الوضع؟ الوضع الصحي نتاعنا علاش وصلنا لهذا المستوى؟ هو بصفة عامة اللي يقول في الكردونة كيفاش ولد في الكردونة لهم ذلك، وهذا لا يقبل. إذا كان يقولوا كيفاش رضع ديزينوسون، يعني لا عمت لا يد لا ساق، يلبي لو بري فور، يموتوا والعائلات وراهم. أنا إذا كان ثم حفرة في كياس مش نمشي نشوف الحفرة قداش عمقها ونقول شبيهم حطوا السيمان مع الزفت. الكياس الكل علاش فيه الحفر؟ لو سيستيم دو سونتي في تونس مش من اليوم يتشكى ومش من نامس، هي تراكم اشياء، هي سلسله متماسكه في كل قسم وفي كل مستشفى، يعني سبيطار. يا اسكيليا دي مايون فيبل او با، المنظومه هي اللي لو كونترول ما عادش موجود، الدراسه والتكوين المستمر ما عادش موجود في الكليه، الله اعلم قيمه الدبلوم مازال نوعا ما لباس في تونس، والدليل كونه استقطاب الاطباء التوانسه البرة مازالوا فرحانين بهم. ابقى كيف نجي على عين المكان، وكما قلت انت اللي تعدى على عليانا باش ما نتكلمش في الهواء ولا باسم غيري، نعطي انيكدوت سي بشير حمزه، واحنا نتحدثوا على الصغار والرضع. سي بشير حمزه الله يرحمه، أنا نقرأ في باريس في عام 78 في سان لوي، شفت معلقة هكا بروفيسور بشير حمدة من تونس مش يجي يعمل محاضرة في سلسلة محاضرات كل جمعة محاضرة في كرملة بيساتر باريس الجنوبية، طبيب تونسي باش يجي. أي لكنه بشير حمدة كذا. جاتني النخوة فرحت نمشي حضرت فيها، فتحدث على الروجول الحصبة في فرنسا وبلجيكا، جاوا من بلجيكا وشويه سويسرا وفرنسا، كل واحد يعطي الاحصائيات نتاعو كونه هاو التعكرات اللي عندنا، ناس يقعد معناها عنده مرض الفده، ناس كذا، الاولاد الصغار وقت اللي يبدا عندهم الحصبه ويهزوهم للسبيطار. في تونس قال لهم بشير حمزه بكل صراحه وكل وضوح، احنا عندنا كيف جينا في السبيطار عنده تعكرات، ما الحصبه كانت في الدار اما تعدى يمنع ولا توقع تعكرات يجيبوه للمستشفى. مستشفى الصغار قال يا يموت يا يحيى، وعندي احصائيات نتاع موت او حياه. ضحكنا شويه وبعد قالوا له علاش؟ قال خاطر نبا الانفراستركتور، ما عندناش الملزمات يعني الانفراستركتور الاشياء باش مش نتلهاو بالتعكرات نظرا للعدد الكبير نتاع الحصبه وكذا. هذا وقتاش 78 يا اخي. من بعد تصرف شويه فلوس في السبيطارات وتشراو شويه معدات، علاش الشيء ماشي يهبط؟ حسبي انا المراقب. دكتور قبل هذا كل خلينا نفسروا للساده المشاهدين، وانت طبيب يعني جبناك كمختص وطبيب، يعني اللي ثم لجنه
لجنة تكونت من الصيادلة من الأطباء وقاعدة ربما بعد 10 أيام ولا أسبوع باش يخرجونا التقرير النهائي. ما يقال أنه تعفن جرثومي حصل بالمستشفى، يعني زيادة على المعدات. لو كانت شخصنا شنو اللي وقع بالضبط يعني، وانت كمختص كطبيب يعني اندرا تو احنا معناها في تونس ما نجمناش نقولوا نستناو اللجنه، ماك تعرف اذا تحب تقبر حاجه اعملها لجنه. بعد 10 ايام قالوا باش يعطيونا باش يعطيونا شنو اللي صار يعني. انت كطبيب تو كمختص فسر لنا شنو اللي صار. واضح هو اذا كان ثم لجنه أو لا معناها فسرنا حسب العلم مش 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 اللي جاء. مش نقول لا عندي دروات ريزيرف. لا مش باش ناثروا على عمل لجنة. اي احنا نحبوا نفهموا. نحبوا نفهموا. نحبوا نفهموا. ونفهموا السادة المشاهدين. في الحالة هذه انت تعرف قلنا هي سلسلة فيها المزود وفيها اللي يبيع الماتيريال وفيها اللي يبيعك الكاتيتير. شو هو نوعه؟ سمحني لازمني راني نعمل بارونتيز صغيره. أيوة. في وقت ما صارت صفقه في صالح عزيز وانا غادي رئيس قسم في عندي انا للصغار. احنا نعملوا للصغار نحطوا في الصند. كنا نشريو اشياء باهيه غاليه شويه مره ونص بسوم الكاتيتير كما نقولوا بدينار ب 15%. جابوا لنا صفقه نتاع دينار من الهند من درا شنو. نحطوا لا سونت احنا نحطوا سونت احنا نعملوها على 3 و4 مرات تترشق وتتنحى ونعاودوا ولات التكلفه 5000 في الشيء هذاك برك لكل ولد صغير ورضيع عباره على. مشينا وكتبت انا عملت تقرير قلت له اخي كيفاش تو الصفقه وبروني لو موان ديزون اقل شيء او لو ميو ديزون احسن كالرابور كاليتي بري. هذا اللي راهو ضربنا من بين الكوربسيون من بين الفساد اللي موجود في المنظومه كامله هو هذايا يعدي شكون يعرف ولا صاحب ولا شو ويقتني من عنده بعقل سوم لكن برا لوج على الكاليتي ما عادش ثم مراقبه ما تبع حد. بون كيف شافوا ممكن نرجعوا شويه ممكن ما رجعوش. المهم هذا مثال نرجعوا به للرابطه والاولاد هذوما اللي عندهم هي سلسله اسكيليان مايون فابل ولا اسكو جاي من ال نتاع البرفيزيون توت لا تيوتوري اسكو لو سيروم من نوع يعني رابور كاليتي بري معقب اسكو الجرثومه وش بيهم الكل مع بعضهم شنو اللي خذاوه بصفه اجماليه جماعيه اللي هو بوان كومان دينوميتور كومان للكل شنية الاعراض اللي جاتهم قبل ما يموتوا هذايا الكل اللجنه مش توري يعني حسب رأيك أن الوفاة للرضع ناتج عن خطأ طبي أو ربما معناها أي صحيتك مش طبي بين الشبه طبي والطبي والاقتناء والمعدات والسيروم الكلها سلسلة ما تعرف لو مايون فابل دون شان. احنا عملنا عنا شان سلسلة مش نهزوا بها 100 كيلو فيها 10 حلقات إذا كان 9 لاباس عليهم ودمادم وحدة برك ضعيفة هي اللي مش تقطع وإذا كانت قطعت الله أعلم شنو اللي صار. أول حاجة يبدأوا بها الأعراض لأنه ماتوا محسوب فرد وقت. 24 ساعة تقريبا. هي ثم فرد وقت هذا مش واحد بعد جمعة واحد بعد شهر. شنو هو اللي صار؟ وشنو هو الأعراض اللي عرضت لهم؟ سخانة فاتت 43 شنو اللي صار؟ باش يشدوا ثنية غير ثنية. الثانية خير المعدات عندهم كنترول ثم مانتنونس ثم كنترول كاليتي ثم اسيرونس كاليتي تصير بعد ما نشري ولا قبل ما نشري وثم اخر كلمة لجنات اللجان الاقتناء لي مارشي يعني لي كوميسيون دو مارشي الصفقات الصفقات اهم شيء هذيك هي هذيك توا لو مايون فابل دو مينيستير دو لا سونتي. يعني انت تحب تركز على الفساد المالي والاداري للمنظومة الصحية في تونس صحيتك اللي هو ينجر عليه كوارث مثل هذه. باهي نواصل مدام فاطمه. باهي انا ممكن توا باش نفسر شويه للمشاهدين شنو ابوبري وين شنو اللي صار في مستشفى الرابطه. كوني انا زاده باحثه معناها قبل ما نكون نايبه دونك عندي فكره شويه على الموضوع وكيفاش نجمو نحكيو على ليزانفيكسيون نوزوكوميال وكيفاه. اول حاجه انا نحب ناكد اللي كونه اللي صار صارت في سال نقولوا لها سال بلانش. سال بلانش هذيا هي سي اون سال معقمه نورمالمون معقمه هي لخلط الادويه
احنا كما تعرف ناخذوا لي بوش، لي بوش نتاع السيروم ياخذوهم فارغين، ياخذوهم من عند المزود فارغ، ويعملوا الخلطه نتاع الدويات ومتاع الجليكوزيلي وكل شيء، سوليسيون جليكوزيلي وكل شيء، ويخلطوهم بعضهم ويرميوهم في البوش. الخلطه اللي تصير تصير يلزمها في مناخ اللي هو معقم، معناها عندك سو اوت الترا بالضبط، سو اوت الترا فيولي قدام، معناها افيك دي غون، يلزمك تلبس غوندويت، يلزمك كل حاجه مينيسيوس. هل هذا صار؟ انا نشك. علاش؟ على خاطر اول حاجه احنا اذا كان جات الدويات، الدويات فاسدين، حال توا تونس كامله ماتت خاطر الدويات كما يستعملوهم الناس الكل في السبيطارات الكل. دونك الاقرب للمعقول اللي يكون وقت صارت الخلطه كانت فما مناخ اللي هو فيه كونتاميناسيون، اهمال، اهمال اهمال، يا من لي زاباري اللي هما ما عندهمش كونترول كما قال سيتو. وهونيا نحب نجبد اللي كونوا حتى الاونيتي هي بيدها هيك الشامبر كامله، باش نزيد نصدمكم اكثر، هي اور نورم. احنا عندنا دي نورم انترناسيونال، احنا عندنا دي نورم انترناسيونال. نورمالمون اي شامبر بلانش ولا اي بلاصه باش تخلط فيها الدواء تبدا على نورم انترناسيونال، اما في القانون التونسي ما عندناش، ما عندناش لي نورم، والوزاره الصحه ما طلبتش، حتى المانجمنت دو كاليتي ماهيش بريوريتي عندها. نزيدكم اكثر، اذا كان احنا عندنا في لوبيتال نتاع الرابطه عندنا يونيتي وين باش تخلط الدواء وفما اوت وكل، راهو في برشا كلينيكات بريفي خلطوه مع البياس، لا يونيتي ولا غيره، باش تكون واضحه وصريحه. اذا كان وزاره الصحه تطلب من معامل الدواء شروط مقننه تقول لك اعمل هكا واعمل هكا ويزم ستيريل ويزم كذا، علاش الشروط هذيا ما تطبقهمش هي في المؤسسات العموميه نتاعها؟ علاش ما تعملش دي نورم انترناسيونال، تمشي للي نورم انترناسيونال؟ علاش انت كوزاره ولا كحكومه ولا كمنظومه علاش ما تتلهش بالكاليتي بالنسبه للناس الزويوله؟ علاش المؤسسات العموميه ما يتمش الدراج نتاعهم في منظومه كامله كيما لي نورم والكاليتي العالميه؟ توا فاطمه، يعني قبل من نحملوا الحكومه ونحملوا فم، يعني انت كي تحكي هكا ثم طبيعه الاخلالات، ثم اخلالات واضحه، يعني عباره على لي زابيسي دو ميتيي. يعني هل هو هنا معناها حسب كلامك باش نوجهوا الاتهام للطاقم الطبي، والا معناها العباد اللي يخدم يعرف لي نورم نتاعو؟ خلينا نبداو واضحين خاطر احنا باش نمشيو نكمل. دونك اللي صارت فما حاجة صارت إهمال يا من الطاقم الطبي، واللي هوني الطاقم الطبي دي فارماسيان راهو في لوبيتال، ما مش خاطر فما وحيد دي تكنيسيان يخدموا وحدهم، في دوتخ زوبيتو في مستشفيات أخرين تلقى دي تكنيسيان يعملوه، أما هذه في المستشفى هذا لي فارماسيان يعملوا فيه، لي فارماسيان يعملوا فيه. لكن أنا نجم نكون مش الغلطة من الفارماسيان، نجم يكون الغلطة من الانفيرونمون، خاطر المانتونس ما عندناش سيستيم نتاع كونترول، ما عندناش سيستيم نتاع مراقبه من وزاره الصحه، معناها تنجم تكون الاوت معدومه وما في بالناش، وتنجم هذيك البكتيري اللي دخلت وقت خلطوا الدويات ورميناها في البوش، وشنو صار؟ خلطوا الدويات وصارت فما كونتاميناسيون ورميوها في البوش، وقت انت ترمي في الحاله العاديه وقت تبدا فما بكتيري عاديه هكا تحوس ما تعملش هذا الكل، اما وقت تبدا ترميها في العرق في وسط الدم ديريكتومون نجم تبروفوكي الموت. دكتور حبيت نزيد شويه في الناحيه هذه، انت كما قلت وزاره الصحه تعطي دي نورم، باهي باش نشريو حسب لي نورم هذوما، لكن شكون يضمنني اللي لي نورم مويتي ريسبكتي؟ وحده انا كيف يجي، ما نحبش نقول مدير المستشفى، ما تعرفوا المنظومه من 92 حبوا يعملوا مدير غير الطبيب المدير و و و كذا، ربي عاون الناس كله، ثم الباهي والخايب في كل بقعه. لا كوميسيون في كل سبيطار شريت هاك اقتنات هاك المعدات هذو وصلوا لنا، انت شيف دو سيرفيس يلزمك تقبل، انا فين نركز عليه؟ وزاره الصحه عملت دي نورم، يا سيدي شرينا حسب لي نورم، ثم شكون يا خويا يعمل لي كونترول؟ انا لي نورم هذوما يهزوا هالوزن هذايا، هالعجله ذي تنجم تمشي بيه ولا مش تشق بيه في الثنيه؟
شكون كيف يدير كونترول؟ سو كونترول ماشي وينقص في تونس منذ توا 10 سنين اذا كان مش اكثر. كل واحد يعمل اللي يحب. لي تكنيسيان انا مش نحب ندافع على لي تكنيسيان في بعض الاحيان ساعات بالخبره نتاعهم اذا كان نزاهه، وكلمه نزاهه في تونس ولات كيف تقولها عمله نادره يظهر لي، يظهر لي عمله نادره. والله العظيم يعني انا نقول الناس كل نزاهه باش ما نتم حد، لكن الخبره نتاع دي تكنيسيان عندهم 20 سنه 30 سنه بارفوا خير من واحد جديد ولو دبلوماتو اكثر. او باش نجيو للخبره نتاع لي تكنيسيان نتاع الطاقم الطبي اللي كلهم هاجوا، تو نجيو بعد في التحليل. سي عمار. شوف انا في البدايه نحب نجدد التعزيه الحاره لاسر الضحايا اللي وقع. خليل قال جرس انذار اخير. كل ما وين توقع جريمه بشعه في البلاد هذه منذ سنوات نقولوا جرس الانذار الاخير، لكن نكتشفوا انه هناك اجراس وانذار اخرى. اللي وقع هو جريمه بشعه ضد شكون؟ ضد الاطفال. اللي وقع ماهوش قضاء وقدر، ماهوش بصفه عفويه، هو منتوج لسياسه نتاع حكم ومتاع دوله فيما يتعلق بالقطاع العمومي. المرفق العمومي مستهدف من قبل هذه الحكومة. باش مستهدف صحة تعليم نقل، شو باش مستهدف؟ مستهدف بالتفويت والخصخصة. يعني الحكومة هذه بصريح العبارة حكومة متاع مافيا كبيرة ومتاع حوت يأكل حوت قليل جهد يموت. عندك فليسات تمشي تداوي في القطاع الخاص، ورغم ذلك في القطاع الخاص مش في الجهات الكل. ها مثلا وبالصدفة رغم أن تونس موحدة شمالها هو قياسا بجنوبها وجنوبها قياسا بهذا الشمال، مثلا في قفص ثم كلينيك نتاع ليبرت كلينيك هالدياليز، سمعتكم تحكوا على الدياليز، ثم توا أونكيت محلولة منذ أشهر وما زالت 54 حالة نتاع هيباتيت سي. يعني حتى في القطاع الخاص ينجم الواحد ما يلقاش حظه. التعليم وأزمته معروفة، النقل العمومي وأزمته معروفة. هذا التوجه تاع دولة مارقة، دولة تاع مافيا ومارقة، سي تاني تا فويو ودولة وحكومة تاع مافيا. هذه لولا. الثانية وقت اللي تولي الأمر متعلق بجريمة تاع حكومة ومتاع دولة لابد أن المسؤولية تكون على الأقل مسؤولية الحكومة. صحيح وزير الصحة استقال، ولكن أنا شخصيا كنت نفضل أنه مع استقالته يقدم توضيحات للرأي العام. كان عنده توضيحات وأدعوه سي عبد الرؤوف الشريف إلى تقديم توضيحات هذه الجريمة البشعة. الحاجة الأخرى الثانية نستغرب كيفاش الحكومة هذه برئاسة سي يوسف الشاهد ولا كلمة يوسف الشاهد ولا كلمة، وكأنها الجريمة صغيرة أو وقعت في بلاد أخرى. في فنلندا ما يحبوا المقارنات، هم حكومة كاملة استقالت مش على خطر أطفال ماتوا ولا واحد مات، لأن الحكومة ما صلحتش القطاع الصحي. أحنا توقع جريمة ولا يحركون ساكنا، بل بالعكس أنا باش نعطي معطيات تأكد اللي الجريمة حبوا يتستروا عليها. يا سيدي حتى هذا الوقت الرقم مازال راهو محل شك وتجاذبات. اليوم راه ما 12 وثم والده توفت نتاع واحده من الضحايا هذوما، الله يرحمها. حاجه اخرى راهو مدير مركزي في الصحه العموميه صرح انه 82 طفل اصيبوا بين ظفرين بتعفن جرثومي. احنا نتمنوا انه الحصيله ربي ما تكونش اثقل. ثلاثه راهي حكومه غير محترمه. الندوه الصحفيه نتاع الوزيره بالنيابه سونيا بالشيخ، سونيا بالشيخ تعرف مليح وزاره الصحه لان خدمت ثلاث سنين كتبت اي لا وكتب الدوله في الصحه العموميه. انا نهارات مشيت للجنوب التونسي ثم قريه اسمها بلعوطه، هكا قريه في قبلي اسمها بلعوطه، هذه الوزيره البلعوطه نتاع حكومه الكردونه. بلعوطه نتاع حكومه الكردونه. علاش؟
يا سيدي هي أعلنت على لجنة نتاع تحقيق، وأحنا في تونس كياكل برلماني وإلا الحكومة تعمل لجنة، أمس أحمد سلم عليك العقل تردم الحقيقة. وين اللجنة نتاع وثائق بنما؟ وين كل اللجان اللي تتعمل تنتهي؟ تقبر. العجيب شنو فتحت اللجنة وسكرتها من الأول. أنا مانيش مختص، ولكن الحاجة الأكيدة اللي نعرفها أنه تونس فيها متاع مدرسة متاع طب عريقة، هذاك علاش صالح عزيز، هذاك علاش القصاب، هذاك علاش هذه مدرسة كبيرة منذ أكثر من 100 سنة، وأول مرأة يا أستاذة في أفريقيا وفي الوطن العربي طبيبة تونسية. اليوم ثم تدبير ممنهج أفضل الكفاءات. ويني خرجت في التعليم في المهندسين وفي الأطباء المعدات. هذه دولة فاسدة. لجنة الصفقات كان في الصحة أو في مجمل اللي موجود متاع جعالة ومتاع رشاوي، والدليل مانيش أنا نقول فيه، المنظمة الدولية للشفافية بعد أكثر من عامين يوسف الشاهد قالت نعمل حرب على الفساد. هل تقدمت تونس في مراتبها؟ لم تتقدم إلا بنقطة واحدة، بل أكثر، الفساد عم البلاد. ثلاثة على الوزيرة هذه، وقت اللي تقول ها خلي يسمعوا التوانسة، رئيس الحكومة وقت اللي جاء عملونا قاوق الشباب الشباب الشباب، شنو عمل؟ الناس المتقاعدين كل شهر يمرمد فيه، البطالة أعدادها متزايدة، البلاد عرفت إضرابات عامة أكثر من اللي عرفتهم طيلة 30 سنة. أكثر من ذلك كانوا مينجموش يقولوا صندوق النقد الدولي وقت تعلقت الأمر بالمفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل على 4 صور دي باش يزيدوهم للموظفين والأجراء بوقاحة كبيرة وبصفاقة غير معهودة إلا للعملاء على الشكل هذا. قال كريستين لاغارد قالت لا، بعد كي باش يتجنبوا الاضراب الثاني وفد الاتحاد العام التونسي للشغل، مانيش انا نقول فيه حقائق هذه، وفد الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات مذنية اكثر من 7 ساعات، كل مرة يتوقف يطلب الوفد الحكومي يطلب استراحة، استراحة في عوض هي شاور القصبة، ولا يشاور حتى رجل غنوشي كان يحب، ولا يشاور من عاش رئيس الدولة، لا يشاوروا في صندوق النقد الدولي. هذه خيارات صندوق النقد الدولي. الفظيع أكثر وقت توقف سونيا بشيخ تقول رئيس الحكومة شوفوا القرار، هذا القرار نتاع واحد تعرف شنو هامل ما يعرفش ما يعرفش التوانسة. قالت لي خلال شهر نحكردونا، تبشروا في التوانسة يلي ربحتوا الانتخابات بالكردونة يا حزب الكردونة، تبشروا فيهم تربحوا الانتخابات بالكردونة وترجعوا لهم صغارا بالكردونة. من المفروض حتى كان قال هلا ولا استغرب، لانه الرجل افق نتاعه ضيق وما يعرفش تونس وما يعرفش التوانسة وما يعرفش شنو اللي يعتمل في وسط البلاد. حتى وكان قال هلا ما تقولوش، انا بكل صراحه ما نحبش نستبق تحقيق. نعطيكم حاجه اليوم، ها علاش الحكومه تحب تتستر؟ ما مثناش فيهم سيدي شكون هزوهم وواروهم التراب دفنوهم، اليوم رجعوهم يا ناس، اليوم بإذن قضائي بوكيل الجمهورية رجعوهم وجول شر نيكول باش يأخذوا عينة من الجثث. هذا عذاب للناس هذيك وتعدي عليهم أحياء وأموات. مرديف اليوم جاء لهنا جايب بنيته، عاودوا جدوله المأساة. هذا حكومة حقيقة لو كان شعب تونس، وهذا هذا المؤمل يقف إلى نفسه وينفذ الغبر على روحه في عوض الكردونة تتنحى في شهر، الحكومة هذه تمشي في أقل من شهرين. هذا ما مش بشي يمشوا حدا مراو، لا سيد ما مش بشي يمشوا، أكثر من الفقر والهم للسق في تونس أكثر من الواحد. أنا وقت نتكلم كما هكا نرجع ونحوصل أنه بكل صراحة ثم إذلال كبير للتوانسة، ثم تعدي كبير على الحياة نتاع التوانسة، ثم تدمير ممنهج للتوانسة. حتى مجلس النواب هاي فاطمة لهنا اليوم راهو جينا والبرنامج وكأنه عادي. شنو معناها عادي فيه؟ أنا كنت متأكد كان حضر عبد الفتاح مورو يقروا فاتحة دقيقة ملحنة شوي ملحنة 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 تنطبق مع أهل الخليج.
كان حضر سي محمد الناصر جي مدنيه مخفه شويه، حضر محمد الناصر لا ما عملوش دقيقه صمت، لا ما عملوش، قرا الفاتحه والجماعه احنا نرفض، حتى واحد من الحكومه ما جاها، حتى الوزيره ما جاتش، معناها باش نولوا مجلس، وهذا هو اللي قاعد يوقع. فرغ قلبك، غني ورد على جناحك، ولا عصابه، العصابه نتاع الاغلبيه النيابيه، شكون اللي حط الحكومه؟ وشكون عمل الميزانيه نتاع الصحه اللي هي هزيله؟ هاو باش يزيدوا يا سيدي في الميزانيه بعد الفاجعه هذه، اما مجراني بعد ما سبقوني، ما يعوض الشقاء وعذاب الامهات والماساه هذه. وشكون اللي شوه في الصوره نتاع تونس؟ هل ندرى بنقدنا؟ هل ندرى الاعلام الحر؟ هم عبء ثقيل على تونس وعلى صورتها الجميله وعلى مستقبل التوانسه. نختم انه رئيس الحكومه سيكون في المجلس هذا الاسبوع، ينجم يكون الخميس او الجمعه، باش يكون من اجل المساءله، ولكن المساءله هذم لا يخجلون. مرة أخرى نعودها ونعودها، من أي جلود قدت وجوهكم؟ أكثر ونتحمل مسؤوليتي، أكثر من الصهاينة الحكومة اللي ترجع الأطفال في الكرادين لأماليهم وبعد ما يدفنوهم تقول لهم جيبوهم ناخذوا عينة. يخليت العينة من الأول، لأنهم كانوا يحبوا يتستروا، أما ربحنا الحرية ما عادش يتخبى في القصبة راكدين. باش نرجع قوة تحية إلى أهالي قبلي وأهالي قرية بلعوطة. يعني المقارنة ماشي استهزائية ولا حكومة الكردونة عندها وزيرة بلعوطة. أيوة واضح، يعني حبيت تحية إلى أهالي قرية بلعوطة. مرحبا بك. يعني كما تشوف الله غالبك تسمع. وإذا الرضع سئلوا بأي ذنب قتلوا، بأي ذنب قتلوا؟ بالحكومة هذه اللي نشوفوها أوتيس تعاني من مرض التوحد. حكومتنا هي في واد، وما يجري في البلاد في واد، لا ما عندهاش حتى إحساس بما يقع اليوم. احنا اليوم شنو باش نعملوا في تحميل المسؤوليات؟ هنا نستناو في اللجنة إن شاء الله، ماهيش من جملة اللجان اللي يتعاملوا ليقبر الملف، لتقبر القضية. احنا من لجنة 9 أفريل، اللجنة ما وقع من اعتداءات على قلعة حشاد، إلى لجنة البحث في شبكات التصفير، نحن ننتظر هذه النتائج التي نراها لا نحلم بأنها سترى النور يوما. ما يقول لك إذا أردت أن تقبر شيئا فكون له لجنة، وهذا اليوم اللي قاعد يصير في تونس. تونس اللي هي غداة الاستقلال كانت تراهن على الإنسان، على الإنسان التونسي، جعلت منه الدولة التونسية بين الاستقلال هو الغاية والوسيلة في أي عملية تنموية. اليوم لا نرى أي عمل تنموي، نشوف حكومة غير قادرة على صنع الثروة. فماش، لا نرى أنه فما استراتيجية أو رؤية للوطن. قلناها ألف مرة وأطلقنا صيحة فزع، الإعلام أطلقها منذ مدة. راهو قطاع الصحة يتعثر مش من اليوم، الجرائم بقطاع الصحة خلينا نقول تعثر شيء، وما يرتكب من جرم في هذا القطاع هو شيء آخر. إنه تكون ما عنديش الإمكانيات شيء، وإني نرتكب جرم فهو جرم، نجم نقول عليها عملية إرهابية. ما وقع هي ترتقي إلى أنها تكون عملية إرهابية في تونس، وقعت على مليكاتنا، على فلذات أكبادنا. راهو الضرب وصل للدربالة، راهو وصل الضرب للعظم. راهو احنا تونس اليوم شو نشوفه؟ نشوفه شباب مهجر، أدمغة هاجرت، شباب حرق. نشوفه توا وصلنا لك الملايكات يموتوا صبرة واحدة، 12 إذا ما يكونش، وقعت تستر على الأرقام. خاطر سمعنا حتى من أطباء موجودين في الرابطة يقولوا راهو مرجح إنه يكون أعلى الرقم، ولكن يقع التستر عليه، والله أعلم. هذا ما نجموش احنا نقولوه، يلزم تكون عندنا أعداد رسمية. وفعلا هذا توا حضروا أولياء في نسمة وقالوا رينا أكثر من 11 و12 صغير، وقت اللي مشينا للمورج وناخذوا في صغارنا.
اليوم صفارت الانذار اللي قال عليها، احنا اليوم يلزمنا باش نثنيو الركبه. شنو باش نعملوا؟ يلزمنا باش نشوفوا اللي لينا واللي علينا. ماذا سنفعل؟ راهو قطاع الصحه في تونس مفاخر به، راهو احنا عندنا اطباء في التكوين نفاخر بهم العالم. راهو عندك في راهو الافارقه يجيو لتونس للمداوات، راهو معروف كونه الليبي ليبيا الشقيقة يخير انه يجي يداوي في تونس على انه يداوي في مصر او في دول اخرى. راهو هذا ما يعنيش انه في خضم كل هذا ما نعترفوش بكفاءاتنا. راهو عندنا اقوى الاطباء وعندنا الباراميديكال الاطار شبه طبي اللي نحييوه، لانه ولا يحس روحه هو مستهدف منا وقت اللي نتكلموا كاعلام. لا احنا اليوم شكون نتكلموا عليهم؟ هما جماعة الضمير الغائب، الضمير المهني الذي غاب ولاحظناه كونه غاب. يا هل ترى يا توانسة ولينا نخدمه يلزم عندنا سياط متاع ديكتاتور هو اللي معناه به هو نخدمه؟ قولوا لنا يا هل ترى وصلنا كونه يلزمنا الرجل الواحد الأوحد الذي نخافه جميعا مش احنا كل قطاع يمشي يخدم؟ راهو قبل تعرف اش كان؟ كان العون يخاف من كل الفرملي، والفرملي يخاف من السورفيون، والسورفيون يخاف من الطبيب، والطبيب يخاف من الشيف دو سيرفيس. وكل الهيرارشي هذيك كانت تحمي قطاع الصحة. اليوم هذا التسيب الذي نعيشه، تعرف علاش نعيشوه؟ عفوا ميسيل التسيب الظروف المباشر هذايا الظروف المباشر التسيب اللي نعيشوه اليوم هذايا نتيجة حتى النظام السياسي، النظام السياسي اللي أثر على ما نحن عليه اليوم. توا سي عمار عمروسية تعرف اش قال؟ قال ولينا نجيو للبرلمان باش نفرغوا قلوبنا. هي عاد لهنا هاو ما عادش النظام هذايا مساعدنا، نجيو نفرغوا قلوبنا ورئيس حكومة يحتميه بحزب كبير ويدعمه ويعمل ائتلاف داير به، وكل قضية وطنية يهربوا ويتهربون لأنهم راهنوا عليه، راهنوا على هذا الاستقرار. الاستقرار اللي نشوفه فيه اليوم لا يستحي من راهن على هذا الاستقرار عندما يرى هذا الجرم الحاصل اليوم في بلادنا. وقت اللي نشوفه حكومة راهنت على حرب الفساد، ولكن نشوفوا الحرب هذه على الفساد ربحت هي بها لمقايضة الملفات وللابتزاز فقط، ولكن نشوفوا في المافيات والحيتان الكبرى. وراهو ما عندناش مدة وقت اللي معتمد في منوبة اللي وقعت إقالته قال راهو أقالوني لأنه اكتشف كونه فما دبوا في فيه الأدوية الفاسدة. هذاك اللي يوري فيه هذاك من وراءه وكيفاش يوصل يدخل اللجنة. ويا خيبة المسعى اللجنة اللي تعملت للتحقيق فيها شخص ذي اللي مسمات سدة البحري والدتها والدتها معناها تزود عندها شركة تزود في الأدوية، معناها هي الخصم والحكم. وإحنا لهنا في تضارب المصالح من جديد. إش باش نقول لك؟ إحنا نقول لك هذية ولينا باندية لهنا، يتكلم الجميع لأجل لا شيء، يفعلون ما يريدون. ونرجع نقول هؤلاء يعانون من التوحد. واضح خليل، واضح. يمكن قبل ما يحكي الدكتور خير خاطر عندي بعض ال... أنا قبل كل شيء ما خويا عمار جبت موضوع لازمنا ساعة نكونوا واضحين بعضنا التونس. أنت جبت سي رؤوف الشريف حقه خرج عطاء معطيات للرأي العام، صحيح لا على أساس عن الوزراء متاعنا يعرفوا الحقائق. يعني الوزير اللي استقال بين قوسين تحية ليه على تفاعله الفوري مع الحدث، ومعناتها كان يلزم يعمل هكاكا لأنه معناتها الحكاية. ولكن هل عندنا وزراء تعرف شو فما بالضبط؟ أنا اليوم سمعت وزير قديم سي سعيد العايدي يحكي في قناة نسمة، قال لهم أنا حيرت ملف اسمه القسطرة في مساحة من المساحات. قال لهم خرجت من الوزارة بعد لقيت السيد متاع المساحة يحوس مع رئيس الحكومة في الزيارات الخارجية. باش نفهموا يعني اليوم هل عندنا فعلا وزراء في تونس عندها ملفاتها وتعرف بالضبط اش فما؟ هل سي محمد رؤوف الشريف كان يعرف اش فما قبل ما يتحط؟ عنده شهرين تو في وزاره الصحه، وانت تعرف كيفاش سي محمد رؤوف الشريف دخل؟ هل هم يعينوا وزراء الصحه على اساس المسك بالملفات؟ والا عندنا ثلاثه للمشروع وزوز ونص الافاق وثلاثه لتحيا تونس
ورب على النهضة. ما هو هكا تعملت الوزارة. إذا كان ثم خطأ سي محمد رؤوف الشريف اللي نحترمه ونحترم نزاهته، فهو أنه كيف تدخل الحكومة أو كيف تقبل حقيبة وأنت الدكتور تعرف جيدا أن فيها إرث متاع تعيينات مكش مسؤول عليه، تعرف جيدا أن فيها إرث متاع إفساد وترذيل المرفق الحكومي والعمومي مكش مسؤول عليه، تعرف جيدا أن فيها صفقات متاع أدوية وصفقات متاع ماتريال وصفقات متاع أشخاص يتحطوا في غير بلايسهم ومدير جهوين يتحطوا في غير بلايسهم. علاش دخلت؟ دخلت اليوم باش تهز الارث نتاع سي عبد اللطيف المكي والارث نتاع سي عماد الحمامي والارث نتاع اللي قبلك واللي قبلك باش تهز ارث تاع اهمال كامل. انا والله مرفق لهومي علاش قلت انا نحب نحكي قبل الدكتور، ما تصرت لي حادثه باش نفهم كيفاش يعملوا لك ترذيل هذا المرفق، ترذيله يرذلوه الى درجه اني انا المتداول في المستشفى العمومي انا نهرب وحدي. انا صارت لي خويا صار لوكسيدون مثلا يهزوا المستشفى العمومي كان مضرب الامثال، معناتها وقت اللي تعمل عمليه ما تعملهاش كليك تعملها في مستشفى عمومي في صفاقس. الراجل عامل اكسيدون مخروقته تكسرت بكهرباء، مخروقته تكسرت شنو ما نشوفه في خويا نشوفه فيه حشرج ويشخر، يعني مش مخروقه يعيط. الور عنده انفكسيون في الرواري مضروب في ذراته، عملت له ماده وكذا وهم اللي يعصبوا له في الوحده هذه ما عملوا له في البونتاج وكذا وسيبوا له هذاك. اش نعملوا؟ نجيبوا امبولانس على حسابنا من الكلينيك نحولوا الراجل من المستشفى العمومي للكلينيك باش تورينا عندنا زوز حصص مداوات، واحده للرواري وللانفكسيون وواحده للتكسيره في المخروق. هذا هو قاعد يصير في تونس بالضبط بالضبط. اليوم انا المرفق اللي كان قبل هو الزمان الوحيد اللي تبدا عمليه صعيبه يقول لك اعملها في السبيطار، اليوم الناس واللي تمشي للسبيطار وعندها ريسك نتاع 80% تا حوايج اخرى معناتها معناتها هذا هو اللي لازم يتعالج هنا. كيفاش يتعالج؟ يجيني يقول لي الدوله ما عندهاش فلوس حتى وشي قبل صدق هل كنا من لا لا وقت اللي كان عندنا مستشفى نادي شاكر ومستشفى القصه هل كنا من الدول الثريه نحن وقت اللي كانت المستشفيات العموميه نتاعنا معناتها بالضمان الاجتماعي نتاعك وامورك هل كنا التزام الضمير المهني نتاعنا اليوم؟ انا حكيت انا اليوم تيرا قلت شعوب شعوب افقر منا مصر فيها 100 مليون 100 مليون يا اخويا اعمل يا اخويا انت عملت مبادره عملت تو احسن اقتصاد تضامني يتم في القطاعات الاساسيه كيما الصحه. الاقتصاد التضامني مستشفيات كبرى تتعمل بالاكتتاب الداخلي والخارجي واصحاب الخير موجودين كان بناو المصريين اللي عندهم مشاكل اكثر منا كان بناو مستشفيات مجمعات كبرى. علاش في عوض يشجعوا في الفاسدين ويشجعوا في التوريد العشوائي نتاع الواحد؟ علاش ما يشجعوش فعلا الاقتصاد التضامني الحقيقي واليوم نبنيو مستشفيات للناس هذه، لجماعه تصفيه الدم نتاع الكلى ولجماعه مرض القلب اللي ما يلقاوش دواء القلب ولجماعه اللي مرض السكر اللي ما يلقاوش دواء السكر ولجماعه الاطفال المهمين. علاش اليوم الدوله هذه يبدو ان البريفاتيزاسيون مش حفا اصبحت خيار سلطوي ماهيش اضطرار. وهذه المشكله هذه المشكله خيارات من بعد علاش تشد الشيء اللي عالج في اغلبيه التونسيين وما تعطيش حتى ربع تنافسيه؟ يا سيدي مش تنافسيه، اعطيه انه السبيطار نتاعي حقق لي الحد الادنى نتاع الحياه نتاع مؤمل الحياه نتاعي فقط، هذا هو المطلوب. تو الدكتور انت بكري حكيت على نجاحات وذكرت لنا معناها كيفاش الطب كانوا التوانسه يمشيوا حتى الاوروب، يعني كيفاش نحكموا على نجاحات الأطباء في قطاع الصحة بتاعنا إذ أبسط الأمور حتى يعني النظافة والنظام ما نجمناش معناها ننجحوا فيه، يعني ثم مشكل. يعني احنا كي نشوفوا السيروم الفاست نشوفوا البنج الفاست نسمعنا اللوالي الفاست في خضم اللي احنا توا قاعدين في البلاتوات ولاهين في الأموات متاعنا وليداتنا الملايكات صدرت 12 برقية تعيين بالحرس الوطني. واضح. كالعادة. واضح. ديما التعيينات نعرفوها وقتاش تتم، يا إما في الفجر كالسريق، يا إما تتم وقت اللي احنا لاهين بالحداد. وبالفاجعات. أستاذ بربي علاش يقول كالسراق؟ نحي كيف التشبيه هي سراق. حبيت نترافع دكتور خلينا نسمعوا خاطر مهم إنه نسمعوا. ننظروا شيء من فوق ونترافعوا على الأشخاص والتسميات. انت مقبل قلت سي شريف شبيه كذا وكذا ويعرف كان قبل يا ويلو كان ما قبلش يا ويلو اش عندنا خلينا في الجانب العلمي والطب اي عطينا الجانب الطبي لا خاطر نعرف انا زميلي صديقي
يبا بابي هو مش يخلص الناس الاخرين. نرجع للوحده النجاحات بتاعنا معناها نحكيو على خليني نحب نعرج على حاجه. كنهار واقفين نقولوا في بريسينج ومواطن عادي كيفي كيف الناس كل قال بالله تويك انا في التلفزيون يقولون هاو 40 مليار فساد هاو 60 او تهريب هاو كذا تزيد تحمم لي قلبي وانا ديجا نقول لك معناها مريض على تونس. ايش عملت؟ شديت شي واحد عمل ولذا ما نطولش نرجع لا كوميسيون دونكيت لجنه التحقيق نتاع وزاره الصحه هي لها ذلك. هي تحب تعرف شنو اللي صار في احد قطاع من قطاعات الصحه. ايش عندي فيها؟ يلزم يجب مسك القضاء وتقديم قضيه لا بلانت نتاع لي بارون وخلي حاكم التحقيق و و و يحقق بنيه دكتور هذيا تو سامحني في مستشفى في كما قالت معناها في ما تنجمش في 24 ساعه تعطيني التقرير ما يهمنيش معناها في في انا وصلت اكثر من هذه علميا 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 تنجم تنجم حاجه واحده لا نجم ولا معناها علاش نعملوا في 10 ايام وفي 15 يوم اي شويه باش لعل فماش كولتور كولتور 3 جور اي كولتور 3 جور ثم كان يحبوا يزيدوا اكثر انجكسيون بور لي را ولا لي كوباي باش يشوف يولي 15 يوم ثم يعني حالتين يطلب لو ديلي باش يتحقق ديفينيتيفمون من لي ريزولتا نتاعو. اش عندنا فيه؟ انا مش هذاك انا نحط روحي في بلاصه وزير الصحه يعمل كوميسيون على روحه نصفقوا له يا سيدي بارك الله فيك هذا يهمك انت اعطيني توا العائلات المضروره والاولاد والوفيات شكون مش يجبر لهم حقهم؟ انت مش تعمل لي تغطي على ذاك ومش تنحي هذاك ومش تعين هذا واحد جديد في بلاطه ما يهمنيش فيه. جانب قضائي اعطيني جانب قضائي نتاع بلقدا. الثانية نرجع للدكتورة وفاء الأستاذة عادين أستاذة محامي قد الدنيا وذاك علاش أنا قلت لك على القضايا فو بورتي بلان معناها نغذر لك أنت الفو لو فير. المهم لو سيستيم دو باتون اي دو لا كاروت هي من الثوابت في العالم في التعليم في الصحة في كل شيء. أي أنه الإنسان اللي يخرج على الموضوع ولا يعمل غلطة يلزم ياكل العصا هذا ما عادش. وثم الباهي والعنصر الباهي واللي يتألق أعطيه حاجة بروموسيون كذا كذا هذا دا ما عادش. لي بروموسيون شو ولاو ما نرجع لمنظومة الصحة اللي قلت لي عليه ولد عمه ولد خاله معاه في الحزب اللي تحب أنت يحطوا صحيح. كفء مش كفء يعلم كان ربي وانا نعرف خاطر جات على راسي تعليمات تعليمات ورفزت تعليمات لا ورفزت اخيرا لها 3 سنين وعينوا من كذا ومن كذا قلت لا ما نقبلوش ما نقبلوش رصت لي هنا في الحنديره شو كذا وكذا تحكي لنا دكتور معناها فهمت يا اخي يبعث فلانه وفلانه معينه باش تبدا تخدم عنا في معناها من حزب سياسي الوطني. اي من حزب سياسي اعطيني الحزب اني دا من نهضه من المشروع من الجبهه اعطيني خويا خلينا نفهم ودي الواش ايش عندنا فيه يا لا خلينا نتكلم يقول وزير وزير ومانيش باش نسميه عملنا 13 اجتماع رؤساء اقسام وكذا هيا دخلنا البيرو وغدا باش نشوف الوزير باش نعطيوه حوصله الاجتماعات باش نجيبوا الات جدد هذوما لي بيت سكان معروفين. اي كنت البرمجه واحده صفاقس واحده سوسه لا واحده تونس زاد ثلاثه دفعنا عليه الدوسي وكذا كذا. اي نقدم في روحي فوزي بن سليمان قال لي نعرفك نعرفك سي فوزي انت طيحتني في عام 82 في جوان في الكذا. قلت عاد انا طيحتك نحسب مش يفدلك مش يقول لي الماتير نتاعك صعيب وكذا انت طيحتني. وبعد شويه هو وجماعه معاه من حزب فلاني عملوا بيا قضيه والله سي فوزي مانيش باش نقول الحزب اما هو ما يعرفوش واضح يكاد المريب ان يقول خذوني عرفتني واضح واضح اخر بيه. حاجه ما نعرفش اذا ما زلنا في الملف هذا نحب نقول فيه حاجه سمعت كلمه تيب ربي ماتوا ما شو اسمه مكتوب ومقدر لهم ما هذا ما هذا؟ هذا اللي قال عليه كارل ماركس الدين وافين الشعوب وانا راني نصلي معناها يعلم بي ربي ان شاء الله ربي يتقبل صلاتنا الناس كل. ما تخافش دكتور وجود كلام لا مش ما نخافش دكتور مش ما نخافش استعمال الدين لتبرير الجريمه انا استعمال الدين صحيتك لا يعني مش هو مش علمني ديني قدر له ربي هو ولا غيره نحكي
الناس اللي كل شيء مش هذا المكتوب يا سيدي. أنت مطالب بالأخذ بالأسباب وبمتعد الأسباب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله في من عمل عملا وأتقنه. ونختم باش اللي عنده الشك في الشيء هذايا، لا لا كل شيء مكتوب. خلينا نوضح الصورة في الماخذة، ما يقول اكرهوا بالمكتوب تو كان أنت مكتوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم العرس يعني تنكح المرأة لأربعا، لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها، فاصبر بذات الدين. ولاش عطاك الاختيار في أربع حوايج؟ فاصبر بذات الدين تربت يديك، تربت يديك. أو كباش نوضح حكاية المكتوب اللي هارد العالم العربي الإسلامي لتو تحت في الحضيض، هذاك اللي كتب لي ربي. وكنت نعطي مثال نقول لهم هكا، وانت يجيك واحد في أمبيلونس في البرونكار في اليورجانس، الحاصل تنسى ما تحطلوش الواحد كما ينبغي، يطنحها تمشي انت حاجك للتواليت، ترجع تلقى الدم يخر مات، تقول لي بربي الانفاس معدوده هذه قدر ربي. شو اللي قدر ربي؟ هذا تحاكمه للغلطه الايرور ميديكال، الاخطاء الطبيه اللي غير معدوده. لكن سامحني في الاخطاء الطبيه عندك الاختبارات، الاختبارات راهي مشكله واحلين فيها راهو في القضاء، ندوروا هكا وهكا لانه فما القطاعيه ما زالت مسيطره للاسف. مدام فات يعني خلينا هذا التعفن، خلينا نرجع ديما لموضوعنا التعفن الاستشفائي، هل هو يكشف بالفعل غياب الحوكمه في منظومه الصحه العموميه؟ يعني خلينا نفسروا للناس تو اللي صار صار والله يرحمهم. خلينا علاش قلت انا راه منبر تحليلي نحن يعني نحلل بان توا نشوف مش نحكي بدو كاسكيت. لا بروميير كاسكيت اللي هي كاسكيت نتاع شيرشور اللي هو نعتبر اللي كونه معناها فما برشا كلام تقال من عند الوزيره ومن الحكومه هذيا، قالوا فما لجنه تحقيق باش تصير لجنه معناها مش كيما لجان التحقيق البرلمانيه اللي هي سياسيه وغيره وغيره، هذم لجنه تحقيق علميه باش تعرف منين المصدر نتاع التعفن هذايا. والواحد راهو باش نقول لكم بكل صراحه راهو الاختبارات تنجم تتوجه ابارتيغ من 72 ساعة، معناها بعد 3 ايام اللي تعمل كولتور تعرف ابوبخي شنو هي البكتيري ولا شنو هي الحاجه الجرثومه اللي تعفنت بها، معناها مش جمعتين كما يقولوا بعد 3 ايام. وعيب احنا تو في القرن 21 وما زلنا نحكيو على 15 يوم و20 يوم للاختبارات، راهو احنا تو راهو عندنا كفاءات. وهني بقول بكل صراحه احنا راهو برشا ناس مظلومه، الاطباء مظلومين في القطاع الصحي العمومي والخاص، راهو القطاع الصحي في تونس يعيش قش عليك معناها قش عليك في العام 60 في البلدان المتقدمه، راهو احنا عايشين بوضعيه معناها نعتبر الطبيب مناظر في وسط المستشفيات العموميه، راهو كي تجي يقول لك اعمل عمليه راهو ما عندناش الدواء الفلاني يلزمو يدبر راسه، كيما زاد كيما الباراميديكال كيف راهو رغم اللي فما برشا تجاوزات وبرشا معناها تجاوزات نقابيه وغيره وغيره، لكن هو زاد يتحمل مسؤوليه ويعمل بجهده بالماتيير دو بور باللي مويان دو بور اللي عنده، ما عندناش اوتخ شوا. راهو عندنا ناس كفاءات في العلم، هاو انا باحثه وعندنا الاف الدكاتره بطاله، الاف اللي يخرجوا كي يمشيوا لي بي زيترونجي تلقاهم ياخذوا الامتيازات وشهيد عليا فوق هذو، مش قاعدين يعملوا ما يتفكرهم حد، هاكم قاعدين بطاله لا ينجموا يخدموا عند الناس خاطرهم اوتمون ديبلومي ما ينجموش يخدموهم عاديين، ولا ينجموا معناتها يخدموا بالشهيد نتاعهم. معناها احنا شو اللي حبيت نقول لك، هي منظومه كامله. ونحب نرجع للجنه، هاللجنه هذه اللي عاملينها، انا من تو نقول لكم ما عنديش ثقه في اللجنه من تو. لجنه تحقيق وزاريه هي ولا شنو؟ نقول لكم علاش علاش ما عنديش ثقه في اللجنه، على خاطر انت الوزاره وبكل صراحه راهي هذا من قبل لتو الوزاره عندها اربع من الناس تتعامل معهم، الاربع من الناس هما بيدهم تصير حاجه يرجعوا للجنه، وهما كانوا سبب في صمت على اشياء قاعده غريبه ومريبه تصير في المستشفيات. ومش الناس الكل راهي تساهم في اللجنه ولا تراقب ولا عندنا قلت لك اصحاب. كان انت في البرلمان وما عندك ثقه، مالاش نقولوا معناها بالنسبه للشعب الكريم. في البرلمان راهو مرت بها برشا لجان تحقيق وتعرف اللي بوصل هي تعرف. هي نايبه في البرلمان. هي تعرف اللي حتى لجنه التحقيق بما في ذلك اللي في غالب الناس. انا نعاود جو في لا ديفيرونس انتر لجنه سيونتيفيك
ولجنه نتاع تحقيق نتاع قضاء وغيره نتاع سياسه، راهو فما انديفيرونس كبيره. انا نعاود نقول لك اللجنه هذه اللي كانت ساكته في وقت ما على تجاوزات ما تنجمش تكون الاختبارات نتاعها ولا الكلام تنجم تكون هي معناها باش تعطينا صحيح. هذه الاولى. ثاني حاجه، المنظومه هذه هي تنقسموها تو مش نجبد الكاسكيت بوليتيك به. المنظومه هذه شنو هي تنقسموها؟ فما منظومه خارمه منذ عشرات السنين، ما نكذبوش عليك، فما معناها التطور العلمي قاعد يصير، ولكن احنا في المؤسسات العموميه ماهوش قاعد ماشي في الحكايه هذه، رغم اللي فما عندنا بحوث علميه وعندنا راهو تخرج شنو هما الاسباب نتاع كيما نقولوا المشاكل اللي صايره في الصحه العموميه. تنجموا تشوفوا لي تيز دو دكتوراه وعلى لي انفيكسيون نوزوكوميال قداش عندنا بحوث وقداش كذا، اما اش تعمل بها هيك البحوث؟ ما تعمل بها حتى شيء، لا يؤخذ بها، لا يؤخذ بها. انا نجي توا، انا عندي بعد الثوره الناس عملت ثوره وقالت احنا اننا اسي فدينا من حاجه اسمها معناها حقره للكفاءات من عش فساد بامبورت، اللي هما خارجين يحبوا الامور تتبدل للاحسن. شنو صار؟ جينا سي عبد اللطيف المكي في وزاره الصحه. سي عبد اللطيف المكي عمل كيف هكايا وعمل كيما نقولوا تصفيه العديد من الكوادر في وزارة الصحة، اللي هما كوادر كانوا فما ترقيات اللي تصير على حسب الكفاءة العلمية وغيره، جا صفيهم الكل وخلى جماعة بالولاءات والترقيات اللي عملهم ما عملهمش ترقيات على حسب الكفاءات العلمية. راه مثلا فما كيما نقولوا احنا واحد ناقص شوية ما عندوش الجراد باش ينجم يكون هو مراقب للأدوية، حطوا تو مراقب أدوية، وتوا سي عماد الحمامي زاد رقاه رجعوا انسبكتور جينيرال. هذا الكلام هنا، فهمت؟ دونك انت المنظومه نتاع الترقيات ولي كومبيتونس اللي شادين فيها ان، لان اصبحت الحسابات السياسيه كما قال على حساب صحه المواطن. ماما هذا لا هذا كلام شديد، ثم معطى مهم، ثم معطى مهم هو هجرة الكفاءات الطبية في تونس اللي هي أثرت على مردود. قالوا شيخ مورو، قالوا شيخ مورو كلام شد بيه سي خليل الزاوي اللي كان حليف النهضة في التكتل اللي هو أيضا طبيب، قال راهم غرقوا وزارة الصحة 180 ولا 240 بالتعيينات اللي ماشي بلا خير. نرجعوا للرائد الرسمي قبل مدة بسيطة من مغادرة عماد الحمامي، وقع تلغيم وزارة الصحة، وهذا يمشي في إطار ما يسمى بالتمكين. هذا هو التمكين في أفضل تجلياته. خليني نكمل. بالنسبة للترقيات هذوما، راهو اللي يزيد طين على بلة اللي وزارة الصحة وقتها في عند سي عبد اللطيف المكي واللي هو يتبجح وكونه من احسن وزراء الصحه ويستخير روحه معناه عمل حاجه كبيره ياسر، مع كل احترامي للناس الكل، هذا السيد خدم السياسه حتى في الوزاره، معناها نهار سبت عشيه وقت العباد سيء كل شيء، هو يلمد لك جماعه حزبه اللي هما في الميدان الصحي الكل، وشكون نعينه وشكون نحطه غادي وشكون نحطه، معناها اللي كان هو سياسه على حساب الكفاءات والعباد اللي تنجم تراقب الدويات وتنجم وتنجم وتنجم. نمشيو اكثر، وقت اللي صارت احداث فهمت مع سي سعيد العايدي وقت جاء كوزير صحه، جات احداث كبيره وتعرفوا اللي هما صارت معناها برشا اصلاحات نتاع اي تو للتو. هل اللي صار في الاستانت ما نعرفوش شنو صار، وللتو الناس اللي هي متهمه تخدم، وللتو العبيد اللي هي فيها شبهه تخدم، وهذايا راهو مش كان في قطاع الصحه، راهو سيدتي راهو مش في قطاع الصحه. هاني باش نعطيك حاجه قويه ياسر، قويه ياسر. نمشيو مش في قطاع الصحه يا سيدي، انا عندي هوني ملف تاع هيئه الرقابه العامه للماليه في 2011، هذه نحكي لك بعد 2011 باش تشوفوا شنو هو اللي حاجتنا في هيئه الرقابه العامه الماليه. عندنا ناس مكتوبين بالاسم، هو باش نقول لكم فما مكتوبين بالاسم متهمين في الديوانه، هما خدموا في الديوانه وكل شيء، متهمين في الديوانه
تهريب اللي هما عندهم ابتزاز وشبهات متاع فساد وغيره وغيره. الناس هذوما مثلا نعطيك انا اسم هذا ماهر القاسمي. ماهر القاسمي هذا متهم ونزيد عليه موجود في دائرة المحاسبات. هو عنده قضية رشوة توا متهم فيها. اي فوالا هو متهم منذ 2011 حسب المعطيات اللي عندي في العمليات الديوانية. وخرج حتى في ظروف مريبة من القضاء وقع تسريحه في 48 ساعة. هاك ما عرفش شكون القاضي اللي قام بتسريحه وقت اللي هو كل شيء حتى من المكافحات كانت ضد السيد هذا. وتكلمت عليه أنا في الصائفة وقلت كيفاش السيد هذايا متهم كيف وكيف حسام مرزوق جنرال مثله في الديوانة اثنين متهمين كيف كيف، ورغم ذلك واحد يقبع الآن في السجن وماهر القاسمي اليوم لا يقع تسريحه. لا يا مدام استنى لحظة، لو كان حتى يغادر الديوانة ويزيد يقع ترقيته ويمثل تونس. هذا اللي حبيت نقوله أنا. تخرج لي صورة السيد ماهر القاسمي مشى لبروكسل بلجيكا يمثل في تونس في وقت اللي هو هو عندي قرار في اجراء بحث مازال هكايا، مازلنا في اوت 2018، مازال هو معناتها عنده تهمه محاوله الارتشاء من موظف عمومي وطبق الفصول كذا كذا. هو عندك هوني معناها هو هذا متهم في الفساد وصيده يمثل تونس في الديوانه. شوفوه شو تحبوا اكثر من هكا؟ الترقيات وتمثيلية تونس يجيوا بالناس الفاسدين، ويجي السيد رئيس الحكومة ويقول لك خذ حرب على الفساد وخذ حرب معناها بفضل هذوما الناس اللي في الأبحاث الديوانية. يا سيد اقرأ تقرير السجن، هذه قرار دائرة الاتهام في 2011. هذوما القرارات كلهم اللي هما السيد هذية ابتز ناس وابتز رجال اعمال ووصل حتى معناتها يطلب ملايين. بالله لحظه التصوير، اعطيني التصوير، خليني معناها شيء يندى له الجبين بصراحه، معناها شيء حير، معناها تشوف بصراحه معناها وكان شفت معناها هالناس اللي السيد يخرج في 48 ساعه. سمحني باش نكملك، كي تشوف انت الشيء هذايا كيفاش تحب كفاءتنا ما تخرجش؟ واضح واضح، خليني معك سي عمار. مش ما في بالك انت فما علاقه متينه عضويه بين الديوانه وبين الادويه الفاسده القاعده تدخل لتونس؟ يا اخي بالك شي جايه كيفاش داخله لتونس الادويه؟ بربي انا بربي نداء صغير ما دامنا جبدنا على الحكايه هذه، بربي نداء لرجال الاعمال، بالله بالله خذوا تونس في عينيكم ورد بالكم، حتى كان يحبوا يبتزوكم بالله خبروا على الناس اللي تحب تبتزكم. راهو فما عمليات نتاع ابتزاز من اجل تمويل جماعه معينه. انا نادي رجال الاعمال كونوا وطنيين من اجل بلادكم فقط. واضح سي عمار، هاك تشوف الفضايح. لا هو شوف هذاك علاش انا قلت اللي وقع نتمنوا انه يكون الاخير، ولكن المؤكد أنه مع الحكومة هذه وهذه المنظومة ليس للقاع حدود. كل ما وين نتصوروا البلاد وصلت الأخر، وصلنا للقاع باش نبدو نتعافوا، إلا ونكتشفوا أنهم يحفروا في قاع أخر للشعب التونسي. أنا بالنسبة لي اللي قاعد يوقع شنو؟ أولا بالنسبة للتعيينات متفقين فيها، كل الحكومات اللي جت بعد الثورة صرفت مع تونس بمنطق الغنيمة، ومنطق الغنيمة ما يعملش دولة، منطق الغنيمة يكسر الدولة، خصوصا إذا كان الطرف الأساسي في حركة النهضة منذ 2011 إلى حتى هذا الوقت. أخي حكومة يوسف الشاهد انت شكون؟ الرجل دمي بيد مون بليزير بيد النهضة وقاعد ثم بفضل أغلبية النهضة، ولذلك حركة النهضة حركة لا تؤمن بالدولة، وهذا أمر معروف. وهي حتى كي شعب تونس عطاها ثقة في 2011 جربت المرور بقوة، لقيت صد كبير من شعب تونس، من ساه من رجاله من مثقفيه من مبدعيه من الشمال إلى الجنوب. أما راشد الغنوشي قال كلام، قال نخرجوا من الحكومة ونبقوا في الحكم. بعد 2014 جت انتخابات أخرى ووجدوا حزب أخل بوعوده مع ناخبيه على الأقل، ونقصد هنا حزب نداء تونس.
وكان اللي كانوا الزوز يقولوا خطين ما تلاقوش ولوا جنيحين نتاع الحمامة الزرقاء. شنو النتيجة نتاعها؟ كل من اقترب إلى حركة النهضة اكتوى بنارها. وينو حزب المرزوقي؟ وينو حزب بن جعفر؟ وينو سي نجيب الشابي؟ وينو التكتل؟ وينو وينو؟ تشقق. أنا بالنسبة لي تعرف شنو الخطير في وضع الصحة أو في التعليم أو في مجمل الحياة؟ هذه الحكومة والحكومات تحول تونس شيئا فشيئا إلى دولة فاشلة. معنى الدولة الفاشلة شنو؟ أخطر مثل من الدول، أخطر مثل. شو معنى الدولة فاشلة؟ الدولة الفاشلة هي اللي ما تأمنش أمن مواطنيها، وهذا معاجزين على أمن مواطنيهم. تو قصت الشعامبي ولت قصة وأعجوبة، بينما كنحلوا نحن أعيننا على العالم الكل. لبنان ما عندهش إمكانيات الجيش التونسي، ما عندهش إمكانيات الجيش التونسي والتضاريس وداعش هناك أكثر، ولكن قفوا على داعش على حدودهم. تتطلب إرادة سياسية. احنا كان الشعام ببركة هانم عملوا في قفصة يستنوا في أطرود، قالوا لهم من 2015 عملوا لهم أطرود نتاع إرهاب من الشعام بالجبل العربات. باهي أجي نقول لك حاجة، الدولة الفاشلة هو المسؤولين فيها، ما عادش يسموهم على أساس الكفاءة والنظافة والنزاهة، على أساس الولاء وعلى أساس الطمع وعلى أساس قلة الشخصية. وهذه حاجات مش معنى الكل، أنا هذه حقائق، هذه حقائق. شوف، دولة فاشلة ما تأمنش اقتصاد ناسها، هذا يفكوا في الاقتصاد الوطني فشيئا فشيئا. تعرفش يحبوا يعملوه؟ بيع الحويجات نتاع هنا وجيب من برا، من تركيا ولا من شنوا ولا منين جاء سلعة بودورو. وفي بالكم حتى الخمسة، حتى الشاش السبح هذيك يجيبوا فيها من شنوا. هذا فاشلين على جميع الأصعدة، وهذا عنده تبعات. أنا كي نرجع للموضوع نتاع الفاجعة هذه الكبيرة، شوف لجنة التحقيق، أنا علاش قلت الوزيرة استبق التحقيق؟ يا جماعة شكون قال لكم تعفن جرثومي؟ صحيح عملوا تحاليل وأثبتوا هذا، أنا نقوله لك كان ثم تعفن، هو تعفن حكومي. هو في جانب أيضا بربي، باش نختم سي مراد. شوف أنا أستشعر الخطر من زاوية توجيه التحقيق مباشرة إلى الإطار الطبي وشبه الطبي، في حين أنه تم تبرئة منذ البداية أصحاب الصناعات، صناعة الأدوية والمعدات الطبية. وهاي الأستاذة ذكرت كيفاش تحبني نفيق لجنة وهم من الأول عملوا فيها تضارب. ربي سامحني، السندة البحري صرحت قالت راني أعلمت الوزارة بكون أمي مزودة، ما تعرفش علاش، ورغم ذلك الوزارة عينتها في اللجنة. تعرفش علاش؟ لأنه رأس الحكومة، رأس الحكومة. لا سامحني، احنا الناس هذه دولة ناعسة، حكومة ناعسة ما تفيق فايقة، إلا فايقة. من فيقها الإعلام فايقة فايقة راي. تعرف شنو هي؟ أحاط نفسه بعصابة من الفاسدين، ولا الفساد منظومة نتاع حكم وإدارة شأن عام، وهو جزء من الفساد هذا. في الإطار شبه الطبي توا عندهم أكثر من 15 سنة الفرامل وخريجي المدارس، هاني الاعتصامات في مستير في سوشيال. ثم معطى أنتم ما حسيتوش موجود، هو معطى تهاجر، راهو مئات من الكفاءات الطبية قاعدة تهاجر، يعني فرنسا تويك، فرنسا الطب الكل خذاتهم، يعني الإطار الطبي. ليش؟ المهم أنه نحكيو عليه بالجانب هذا. حتى يكون بالله كلمة جملة، حتى يكون هاللمة هذه، وإحنا توانسة وغيورين الكل على تونس وعلى أولادنا ومستقبل أولادنا. إذا كان نقعد في منظومة الصحة، لأنه الدوسيات بزاف قلق، حدث ولا حرج، في منظومة الصحة هل من اقتراحات لتحسين منظومة الصحة؟ مش بالسهل، بشوي، هذا يفيدنا ونقدمه. أعطينا دكتور بعض الحلول، خاطر أنا عندي قبل هذا بعض الحلول هو الكنترول. الحاجة الثانية تو نرجع اللي تقول أنت، نرجع للهروب الأدماء واللي تحب أنت لتكنيسيان والأطباء هي يفرح ويبكي في نفس الوقت. فرنسا قيموا مستوى التعليم الطبي في تونس، كلية الطب بتونس بسوسة بمستير وبصفاقس، قيموا من قريب من بعيد، النتيجة موجودة.
نحاو 3 ans d'équivalence 3 سنين وقت اللي يمشي غادي طبيب يعمل وينجح في الكونكور يقعد 3 سنين يخدم في السبيطارات قبل ما يعطيوه صلاحية يولي يخدم وركروتمون وسي دي اي انديتيرميني يعني يولي غادي يخلص ولاباس بيه. نحاوها 3 سنين يعني يا تونسي عملت الدكتوراه في تونس مرحبا بك من غدوة تصبح عنا. نتكلم على نفسي باش ما نعممش عندي يعني طب صغار مش يعديوا الدكتوراه مازالوا ما عدوش. قالوا لي سي بن سليمان بربي وانا بريزيدون جوري نجموش نعملوها قبل الجوان شو بيكم قبل الجوان برا مش قايد في الكليه وقت اللي يعطيوك ما يعطيوك ما نطولوش. قالوا على خاطر لقينا كونترات بكذا 2500 وثم 4000 اورو في المانيا يقريونا ويعطيونا في فرنسا لقيت في نونت الاخر لقيت في كذا كذا يعني ايجا برك ما تعرفش ايش تصرف عليه من فلوسي وفلوسك. هالطبيب هذا باش يطلع ياخذوه هنا لبناني حاضر باش الشبه الطبي ولا زاد كيف كيف هذا استعمار من نوع اخر استعمار من نوع اخر بارك الله فيك. اما احنا هنا لازمنا ثم سؤال انا نتفاعل مع الاخت فاطمه خاصه في الحديث على الطب فعلا الكلام ما يلزموش يجرنا دائما ثم فرق بين الاطار وطبيعه الاطار وكفاءه الاطار وبين المؤسسه وكفاءه المؤسسه وطبيعه المؤسسه الى غير ذلك. شكون يتلام اليوم اللي يتعاقب والا اللي عاقب الشخص اللي عاقب اللي هو رئيس حكومه يجي ناحي وزير ولا ناحي مدير جهه ولا يعمل كذا شكون اللي يتلام هو الطبيب اليوم هل هو مسؤول الطبيب على سبيطار ما فيهش الكفاءات اللازمه من حيث العدد وما فيهش التجهيزات اللازمه وما فيهش الشامبر اللي تحكي عليها انت مطابقه للمقاييس العالميه تاع حضانه الاطفال هذا الطبيب مسؤول عليها مسؤول عليه الممرضه فما ناس كما قلت انت قاعده تخدم بالمتاح بقدر ما امكن يمشي لك ليرجونس معناتها عنده 70 حاله وهو واحد برك مسكين الى اخره لازمنا نفهموا هذا صحيح. اليوم السلطه اللي تعاقب فينا احنا او تعاقب في الموظفين نتاعها هل وفرت الاطار الصحي الملائم في البلاد باش تعاقب الناس هل وفرت هذا الاطار حتى بعد ما يغلط موظف ولا يغلط معناتها ممرض ولا يغلط تكنيسيان يهبط رئيس الحكومه يقف على عين المكان ويقرر تنحيت الكرادل وفتح التحقيق هذا هو ثم ناس اقترحت قالوا اذا كان الحكومه هذه هي اللي تعمل في ميزانيه الصحه وهي اللي تعمل في السياسات الصحيه وهي اللي تعمل في كل شيء فهي اولى واحرى بالاعتذار للشعب التونسي على خاطر اليوم يلزمنا فهمتي ولا نكونوا واضحين مع انفسنا من هو المقصر اليوم في حق هذا الشعب؟ من هو المقصر في حق هذا القطاع العمومي؟ هات نحكيه اليوم انت تجي حكومه او خيارات سياسيه تضرب تعمل ديكلاسمون للخدمات الاساسيه في الصحه وفي كل شيء تعمل ديكلاسمون للخدمات ثم تعمل لي انا الديكلاسمون سوسيال معناتها تعمل ديكلاسمون الخدمات تدنى في العموم وتعمل لي انا الديكلاسمون سوسيال معناتها ما عادش نجم ما عادش كل مستهلك جيد لا نجم نداوي في العمومي ولا نجم نداوي في الخاص هذا حال كثيرين من ابناء الشعب التونسي في العمومي ما يلقاوش شروط التداوي الملائم واللي يحفظ حق الكرامه وحق الحياه وما ينجموش بالضروره يمشوا للخاص هذا هو اللي عملوه هنا اليوم هل ترى الحكومه هذه بريئه من دم الاطفال هذوما ولا لا انا نحب جوست نقول نعقب اخر حاجه انا نقول ما تستنيوش اصلاحات من الناس اللي هما سبب في خراب وفي في الفساد اذا بدل منظومه كامله ونبداو من الاول جديد كلمه اخيره في هذا المجال انا قبل ما تنتهي اللجنه ما هو باش يقولوا اي شنو هو فما شنو السبب هو المصل هو السيروم هو اللي هو البكتيريا الفلانيه ونجري وراها احنا اللوالب هذه الفاسده ولا يا سيدي مش موجوده لا لوالب فاسده ولا مصل فاسد ولا بنج فاسد ولا سيروم فاسد ما يوجد هو مسؤول فاسد وجبت محاسبته هاش يلزم المحاسبه يزينا من بوس خوك وروح يزينا من التستر يزينا من اللجنة من اللي تكونت جاية باش تتستر هذا يراه ما يقدمناش القدام وكفانا كذلك بكاء وعويلة ويلزمنا تول كلنا يد واحدة في هالبلاد خلينا هالشانتي اللي تحل علينا ونشوفوا 8 سنوات ولا حتى أكثر من 8 سنوات المكتسبات نتاع الدولة البرجيبية راهي مشات وقعت تدميرها وكأني بالسيد هذا حسن الترابي من قال دمر مؤسسات برقيبة وقتها ستتمكن من مفاصل تونس هاو اليوم قاعدين نشوفوا التعليم وقع تدميره الصحة مدمرة بصفة ممنهجة
كل مكسب من مكاسب دولة الاستقلال نشوفوه اليوم في 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 كسر عظام، ونشوفوا اللي هو كسر عظام ممنهج. ولذلك اليوم يعطيني دقيقه للكونكليزيون مراد بالله نداء ثالث بالحق، لانه الواحد وصلنا المرضى الدياليز هذوما يلزم حل، المعاناه اليوميه يلزم حل، الموت البطيء يلزم حل، نداء رجال الاعمال، نداء للدوله هذه اللي راقده الكل باش نعملوا حلول. الناس هذه من حقها على الدوله ان تداوي بلاش، من حق على الدوله اللي ما عندوش واللي مهدد بخطر الموت اذا ما صفاش الدم من حقه يداوي بلاش. يلزم طريقه معينه، وهذا نداء ثالث اليوم في نفس الحصه. نعم واضح. دكتور كلمه اخيره. شكرا. انا في وزاره الصحه ومقبل قلت لي شنو الاقتراحات. عندي ثلاث اقتراحات ان شاء الله في دقيقه ونص نكملها. تفضل. الاولى، اي مواطن ويسمعوا فينا المواطنين، اي مواطن تصير له حادثه كارثه في القطاع العام او القطاع الخاص يمشي يلسزي القضاء، ما يقولش هذاك اللي قدر ربي ومكتوب. واحده. اثنين، مراجعة التعيينات منذ 6 سنين إلى يومنا هذا، هذا أول خطوة لمكافحة الفساد عندي أنا، ينجموا ما ينجموش حاجة أخرى. والثالثة، نرجع المنظومة قبل 92 اللي هو خير أريد به خير ولكن على ترى، اللي هو تعيين ديريكتور جنرال مدير عام للسبيطارات في الوقت اللي كان طبيب مدير عام، وقت المرالي، وقت بشير حمزه، وقت 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 وقت، هذوكم كانوا سبيطارات يمشيوا لانه عنده نظره جيستيونير معناه الناحيه الطبيه ونظره على الناحيه الاداريه. تو المدير يقول هذا مش مشكلي، برا نشوف بريزيدون دي كوميتي ميديكال، وبريزيدون دي كوميتي ميديكال يقول لك انا ما عنديش دخل في الفلوس وفي الصفقات، ولاش كل واحد يخدم وحده. دونك رجعوا المنظومه دي اللي اعطات سي بروف، لا في سي بروف وكلها اعطت نتائج ايجابيه طيبه ايجابيه لمده من الاستقلال الى حتى 92. هذا هو ثلاث اقتراحات. شكرا للدكتور فوزي بن سليمان طبيب مختص. هكذا نصل الى ختام هذا الجزء، فاصل اشهاري ثم نعود. عسلامتكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تونسنا. شنية الدنيا بلاش انتي، اشنية الدنيا بلاش انتي. في 2019 باش يجيك برشا عروض باهية، لكن عندك مشكلة صحية وتخرج بها لاباس وتتقوى عليها بإذن الله. قداش تعطيها على 10؟ نعطيه 50 على 10. انا في الميدان الفني كنت تصور تلقاه هكا فيه شويه عراقيل. انا توا بالوقت فهمت علاش بابا خاف عليا وما حبنيش ندخل الدومين، ممكن انا صغاري نهار اخر جو بريفير لي. بورقيبه معناتها نقول بون رئيس وباش يتبع فيك المقابله هذيك باش تبعها بابا، خاطر قدموا له قالوا له روف بن عزيزه صاحب الهدف الثالث. فوجئنا بالواحد عمل لي هكا قال لي صحيت كلبير امريكان، معناتها عندي صوره معناتها كلبير امريكان. خالد انت ملقب بالمجاهد. باهي، لكن معناتها كي قالها لي الرئيس وقتها سيد رئيس الجمهوريه حبيب بورقيبه. اي حبيب بورقيبه، قلت له لا سيد الرئيس راهو فما مجاهد كان انت لقب لك بعدك. احترمه وكنت احبه وخذلني خذلانا شديدا. منذ متى انت لم تعودي تحترميه؟ منذ توقفنا اتفاقنا على انه نحط النقاط على الحروف مع المنتج المتحيل مدير المهرجان. اتفقنا معناها شو كيفاش الكلام باش يقول، يقول لي راني ملف نتاعك سباتو نشوفوه وراه انا عندي فكره. شكون مدير المهرجان؟ هو والحالي سي مختار الصح. سي مختار الصح قال لي راني حضرت لك في جرف وانجبني، معناه وبعد تتقلب الحكاية. يا ما ناس مردوني بكم تقولوا علاش، ناس مردوني بكم تقولوا علاش، يا ما ناس مردوني دوني
تونسنا شو في سهرة كل نهار جمعة التسعة غير ربع متاع الليل. نعود ونرحب بكل من التحق بنا في هذا البث المباشر من قناة تونسنا. جزءنا الثاني في هذا المنبر يتمحور حول مجلس الأمن القومي، من التنظيم السري إلى حالة الطوارئ أي مصير. نعرف اللي اجتماع الأخير لرئيس الجمهورية في مجلس الأمن القومي اللي انعقد حول موقف من قضية التنظيم السري، كذلك ملف الإرهاب والرقاب اللي هو ملف معناها أثار اهتمام الرأي العام في المدة الأخيرة، وربما الملف اللي مجلس الأمن القومي حبوا أنه يلزم نشوفوا مخرجاته وشنو مآل هذه القضية. كذلك حالة الطوارئ اللي توفى في 4 أفريل، باش تتواصل مش باش تتواصل، نقعد مع بعضنا في هذا الجزء. نرحب بضيفي كذلك بضيفتنا مدام ريم محجوب، نائبة بمجلس نواب الشعب. مرحبا مدام ريم. مرحبا، عايشك. خلينا نشوف هذا التقرير حول اجتماع مجلس الأمن القومي ثم نعود. استقبل رئيس الجمهورية البيجي قايد سبسي اليوم بقصر قرطاج وفد على المجموعة البرلمانية اللي قدمت مؤخرا شكوى قضائية حول ما يسمى بالجهاز السري. وأفادت ريم محجوب في تصريح إعلامي أن اللقاء مثل مناسبة لإطلاع رئيس الدولة بصفته رئيسا لمجلس الأمن القومي على حيثيات الشكوى المرفوعة مستجدات القضية الأصلية وما حفى بها من بطء في الإجراءات وتعطل في مسار كشف الحقيقة عن اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي. وللتذكير فقد قام 43 عضو بمجلس نواب الشعب صباح نهار الأربعاء اللي فات إيداع شكاية بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قيادي حركة النهضة، حسب ما صرح به الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر. وتضمنت الشكاية طلب لفتح بحث تحقيقي من أجل جملة من الجرائم اللي تم إثباتها في محاضر استماعات واستنطاقات حررها القضاء، مشيرا إلى أن التهمة المثارة في الشكاية تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات والمشاركة في ذلك وتكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها. أما بخصوص النواب اللي قدموا الشكاية هذه فإنهم ينتميوا إلى كتل الجبهة الشعبية والولاء للوطن ونداء تونس وحركة مشروع تونس. ما زالت مسألة الجهاز السري تثير العديد من الجدل، حيث كانت من أولويات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي البارحة في اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث صرح أنه لابد من اتخاذ قرار بخصوص ما يسمى بتنظيم الجهاز الأمني السري لحركة النهضة دون التدخل في الشأن القضائي. شيء ثاني، وهذا نعتبره وأدنى يمس بالأمن القومي، هو هذا موضوع التنظيم السري. احنا جبدناه قبل في المجلس ولكن لا أكثر ولا أقل، لكن كيف نشوفه كل يوم ناس تتكلم في الصحافة في وسائل الإعلام وتجبد في الوثائق وهو هذا يقال وهو هذا ما قالش، هذا يتولي يمس الأمن القومي، ولهذا يجب ناخذه في موقف. ما هوش باش ناخذوا موقف باش نوليو نجيبوا يعني مسألة موازية للقضاء. واعتبر السبسي في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الأمن القومي أنه مسألة التنظيم السري لحركة النهضة تمس من الأمن القومي، ملاحظا أنها مسألة أصبحت مطروحة بقوة في وسائل الإعلام وأصبح القضاء مستهدف. الناس يتكلموا صراحة في وسائل الإعلام، القضاء به القضاء عليه، يعني مش نوليه في وضعية لا تحمد عقبها. ما نجموش نواصله في كونه عند الرأي العام تم مشكل. هذه قضية لابد يعني ننظر فيها ونأخذ موقف فيها مهما يكون الموقف. نعود كما شفت في التقرير مدام ريم، يعني الكلمة الافتتاحية في اجتماع مجلس الأمن القومي السيد رئيس الجمهورية أحدث نوعا ما من الجدل في الساحة الإعلامية، كذلك ضجة كبيرة لدى الرأي العام، خاصة في بداية الاجتماع اللي وقع كل كلاش بينه وبين رئيس الحكومة. يعني خلينا
نبدأ في هذا المجال. يعني شو قراءتك بالنسبة للكلمة هذه؟ بالنسبة للكلمة بتاع سيد رئيس الجمهورية هو تحدث على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو عاود حط على الطاولة مشكلة الجهاز السري وحكي على القضاء وأنه القضاء ماهوش قاعد يتعاطى بصفة جدية مع هذا الموضوع. كذلك على قانون الطوارئ اللي هو توا معناتها غير احنا قاعدين نديرو في البلاد بمرسوم معاش دستوري، دونك هو معاش مستعد لأنه يمدد في حالة الطوارئ بهذا المرسوم. دونك على المجلس النواب أنه يسارع بمصادقة على القانون اللي موجود عنا في لجنة الحقوق والحريات. وكذلك جبد على قضية رقاب اللي هي عملت فوفة إعلامية ومن بعد الناس نسكت وما نعرفوا شنو التبعات، وهذا هو كل موضوع يتعمل نحكيوا فيه ولكن ما نعرفوا ما نتبعوش شنو اللي صار وكأنه حتى شيء ما صار معناتها. بيان سور فما في البداية نحس ولو فما مع الأسف ما فماش انسجام ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ما هذاك واضح معناتها في بداية اللقاء. لب الموضوع هو هذا حسب تقديري، لب الموضوع هو اللي وقع في أمس ما بين رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية على الملأ، يعني لأنه منطق الكوارث استأنسنا به بطبيعة، معناتها ما هيش كارثة الرضع وكارثة التنظيم السري وكارثة المدارس القرآنية اللي قعدنا جمعة أتاك أعلامي كبير والناس بدأت تتحفز لإصلاح معناتها ما في الأمر وبدينا نلقاو في مدارس أخرى في السجومي وغيره وبعد وإذا بها كذا، يعني ثم أمس صار تراسل صار شيء أنا نحاول نحللها سياسيا وبعد معناتها ضيوفنا الكرام صار تراسل كبير، يعني جلسة متاع تراسل علني ما عادش بالجوابات أو بالتليجرامات، تراسل أمام الجمهور. أنا معناتها نحط روح بلاصتهم الاثنين، رئيس الجمهورية كان سياسي كبير ياسر بمعنى أنه عمل للسياسة وشد نقاط الضعف تاع رئيس الحكومة اللي هو يدرك جيدا أنه ما نجمش يتصرف فيهم، يعني جاب ثلاثة حاجات اللي احنا توا عندنا شهور واحنا نقولوا يا حكومة عطينا موقفك من التنظيم السري اللي جات فيه وثائق معلنة واللي يلزم يتفتح فيه تحقيق جدي واللي يلزم القضاء ياخذ فيه مسؤوليته، ما عطاتش. اعطينا موقفك من المدارس القرآنية اللي هي الدولة داخل الدولة وتنشط داخل جمعيات تمويلها مشبوه، وجبنا وثائق تقول أنه الجمعيات هذه تمول في حزب سياسي وإلى آخره. مش موقف من صميم من صميم الحكومة. الحكومة والسلطة التنفيذية اللي هو رأس السلطة التنفيذية أنه يتبع شيء ذا، وكذلك القضاء اللي هو النيابة العمومية اليوم هيش قاعدة تعمل في دورة، وأن هي وزير العدل ورئيس الحكومة بالتالي مسؤولية النيابة العمومية عنده. واضح. وأنه ما هوش قاعد يقوم مع الأسف ما هوش قاعد يقوم بالواجب، وهذايا يخلينا أنه نشكه في مؤسسة دولة ولهنا يذي اللي خلطني له مع دخلته البلاد خطير جدا. ورئيس الجمهورية يبدو أنه هنا كان يعرف أنه رئيس الحكومة يعرف أنه أي موقف يتخذه هنا باش ندخله في صلب الامباس بوليتيك في تونس، يعرف روحه رئيس الحكومة يعرف جيدا أنه لو يتخذ موقف من المدارس القرآنية أو من التنظيم السري فإنه على شفا حفرة من العزل البرلماني، خاصة وأنه حركة النهضة حذرت له البلان بي من خلال المجاملات الأخيرة مع بعض رموز نداء تونس وإلى غير ذلك، فإنه رئيس الحكومة لا يستطيع التصرف في هذا الملف. في المقابل رئيس الجمهورية أيضا استعمل، وهذا أهم شيء أعتبره في مجلس الأمن القومي بالأمس، وهو تصويت دقيق وصريح وواضح، هو مسألة قانون الطوارئ. مسألة قانون الطوارئ علاش؟ لأنه احنا انت تو كنت تحكي احنا خدمنا بفورميل نتاع وضع استثنائي قديم برشا اللي هو الامر عدد 50 اللي 78 اللي مش بهناش بالكل، هي وضعيه ناجه على احداث الخميس الاسود في 26 جانفي 78. وهذا الامر ايش يعطيه وقت اللي انا نعطي يوسف الشاد اللي هو مدير السلطه التنفيذيه رئيس الحكومه نعطيه انه ينجم يحجز عباد او يفتش ناس طيله الليل والنهار ويعتقل ناس ويحطهم في الإقامة الجبرية احترازيا بدون العودة للأذون القضائية. شو اللي صار هنا سياسة وقت اللي جرد أنت يوسف الشاد من الفصل هذا اللي استعمله
بدون وجه حق تقريبا، لانه الشهادات تتوالى، واليوم خرجت لنا الصحف ان وزير الداخليه السابق تحدث يعني بكل وضوح عن ناس اودعوا للاقامه الجبريه دون ملف ولا تهمه، وتحدث وزير الداخليه السابق سي لطفي ابراهيم عما يقارب 300 قضيه رفعت بوزاره الداخليه في هذا الشان، اي انه قانون الطوارئ تحول من قانون احترازي يحمي تونس من الارهاب ويحمي تونس من العنف ويحمي تونس من الفوضى ومن تكسير مؤسسات الدوله الى امر قانوني يستغل لتصفيه الخصوم السياسيين او لمن نجم نقولوا استعصى على هذه الحكومه ولم يدعمها والى اخره. ثم برشا رجال اعمال مشات من غير ما تعمل حتى شيء، صحيح ثم اللي عمل ثم اللي ما عملش، ثم ناس احتجزوا حتى امنيين وغيره بدون وجه حق، وقضاياهم الان ستدول يعني تحتجز ناس. فقانون الطوارئ استعمل في تصفيه خصوم الحزب الجديد الذي بناه رئيس الحكومه. اذا رئيس الدوله بالامس حط الكارتة واضحه، قانون الطوارئ اللي استعملتوه في غياب المحكمه الدستوريه وفي غياب تحمل المجالس المنتخبه لمسؤوليتها ومعناها تعمل قانون طوارئ يناسب المرحله، هذا لن امضي عليه مجددا، وهذا موقف سياسي يحسب انه فعلا هو اعلان مواجهه، اعلان مواجهه بين السلطه هي المنشطره في الاصل، ولكن اليوم العركه بين الشاهد، العركه بالمعنى السياسي بين الشاهد وبين نداء تونس انتقلت الى عركه ايضا بين القصبه ورئاسه الجمهوريه. واليوم احنا شنو اللي يهمنا في هذا الكل في مجلس الامن القومي تونس؟ اللي يهمنا كونه رئيس المنتخب، وهنا حتى واحد من نجم ولو انه حتى الدستور ما يعطيه سلطات واسعه، الرئيس المنتخب توجه الى رئيس حكومه غير منتخب وتحمل مسؤوليته في ثلاث حاجات نعتبرهم مفصل اساسي حتى في نظر الاستحقاق القادم. لا نستطيع خوض استحقاق دون تنقيه المناخ التونسي من اللونتريزم ومن الاختراق في المستوى التعليمي المدارس القرآنية ومن الاختراق في المستوى الأمني التنظيم السري ومن كل مظاهر التسيب وأيضا من ظلم البشر ومصادرة الحريات باسم قانون طوارئ لم يستغل ضد الإرهابيين. الإرهابيين يحوسوا، الإرهابيين يأخذوا في حقوقهم الكل، الإرهابيين يتحاكموا بطرق لطيفة، ولكن أحيانا مدون من أجل سطر، الآن من أجل سطر مدون قد يدعى في السجن لسنتين. اليوم المعركة أصبحت واضحة، المعركة أصبحت واضحة، ويبدو أنه الطرف الغايب هو الأكثر حضوراً في المسألة الأمن القومي. الطرف الغايب شكون؟ هو حركة النهضة، حزب حركة النهضة اللي أولاً يبتز الشاهد بأنه كل مسام بملف التنظيم السري وبملف المدارس القرآنية وبملف الفساد وبملف الفساد في اقتناء حتى المعدات الطبية وإلى غير ذلك وكل التركة والإرث هذا، يبتز أنه كل ما الشاهد باش يقدم في هذا ما ينجمش. وأيضاً الشاهد يحاول أن يبتز رئاسة الجمهورية وغيرها وحزبه الجديد بماذا؟ بأن السلطات التنفيذية التي بحوزته تخليه نجم يعين في الإدارات العمومية الناس ضد رئاسة الجمهورية، وفي الخطط الأمنية الناس ضد رئاسة الجمهورية. المعركة اليوم حامية بين الشطرية هذه السلطة التنفيذية، ولكن الخاسر الأكبر فيها واللي مش فاهم حتى شيء هو هذا الشعب التونسي. هل اليوم فعلا، وأنا هنا نحيي رئيس الجمهورية، إذا ما أعلنه الآن الإجراءات ومن مواقف دقيقة وحاسمة سيتجه باتجاه حسم هذه الملفات الثلاثة، وسيتجه باتجاه رفع المظالم على الناس المحجوزين بدون وجه حق، إذا هذا واضح، وإذا كان ذلك فن للتراسل السياسي أو لتغيير صفقة بصفقة جديدة، فنحن ننتظر بقوة، ننتظر والشعب التونسي كامل ينتظر أن هذه المسائل التي ذكرت لا تقبر من جديد، لا تقبر من جديد بموجب صفقة أو أخرى، وأنه فعلا اليوم فهمنا أن الحكومة هذه قد تكون عندها شرعية الأغلبية النيابية، قد تكون عندها شرعية اتكائها على رجال أعمال معينين أو إلى بطانة اتصالية معينة تزيل للناس أنها حكومة ناجحة، ولكن يبدو أني بقدر ما فشلت في الشارع في إقناع الناس بإنجازاتها، فشلت في الشارع في إقناع الناس بأنها ستقدم شيء للمواطنين، فشلت في الشارع في إقناع الناس بأنها تقدم شيء حتى لأطفال تونس مثل ما فشلت في ذلك، فهي فشلت الآن وبوضوح في أن تحظى بالثقة الرسمية متاع الطرف الوحيد اللي قعد منتخب في الموضوع هذا اللي هو رئيس الجمهورية. وهذا معناته إشكال كبير، كيفاش باش يتحل؟ هل بأن الحكومة هذه باش تمشي للامباس وفي النهاية يجب أن تتصرف فترحل، أو سنواصل إلى حد انتخابات 2019 بهذا الوضع اللي مش ممكن تخاض انتخابات شفافة على أساسه؟ هو سي عمار، يعني هل هذه الملفات الحارقة اللي يستعملها رئيس الدولة في مجلس الأمن القومي دليل واضح على أنها الورقة أو الأوراق الرابحة بالنسبة لكشف
ملابسات وكشف حقائق ربما تزعزع استقرار الحكومة في تونس. هو شوف باش نبدو واضحين، أولا وقبل كل شيء رئيس الحكومة شكون حطه ثم؟ حطه حزب نداء تونس اللي رئيس الجمهورية نفسه هو رئيس هذا الحزب، حطه والملفات هذه يا سيدي بالنسبة للاغتيالات والكشف على الحقيقة رئيس الجمهورية قبل انتخابه زلنا في 2013 وفي 14 قابل بركة البراهمي وبسمة بالعيد وقال لهم هذه القضية ذي قضيتي تو نكشفوا الحقيقة، واحنا تعودنا من قبل لكان الرئيس قال قضيتي سلم عليك العقل. به شنو جديد اللي جاء باش يجبد في الملف هذا علما أنه مو ثم زاد ضحية أخرى متاع عنف إخواني؟ منين؟ من نداء تونس المرحوم لطفي لقث مو تباع في المحكمة في سوسة، وهذا شيء معروف في الأوساط الندائية وفي الأوساط القضائية والأعلامية. المدرسة بين ظفرين، أنا ما نسميهاش مدرسة لأن المدرسة قرينا فيها القرآن وقرينا فيها عندها أصول التعليم وعندها كذا، هذا محتشد، هذا التعليم الابتدائي نتاع الإرهاب، هذه التعليم الابتدائي نتاع الإرهاب، خاطر بعد باش يمشوا للشعامبي ويهبطوا يقتلوا في الشوارع ويغتالوا أمنيين وعسكريين ولا سياسيين. هذه ماهيش حاجة جديدة، تعرفش علاش؟ لأنه المحتشد نتاع الرقاب من 2015 وقت اليوسف الشاهد مازال هو الابن المدلل نتاع رئيس الجمهورية، صدر قرار بغلقها، هذا معلومة. ثم صحافي علي العبيدي كتب من ساعتها، عديناه حتى في المباشر في فرنسا، واضطر إلى الخروج. إش بي ما تكلمش رئيس الجمهورية لأنه ساعتها الحميمة والنخلة خلو تونس، علاش يتكلم تو؟ هذا سؤال واضح جدا، ثم خصومة منذ مدة داخل الحزب الواحد وامتداداتها كانت كالعادة انقلاب الابن على الأب، وهذا عادة في هالبلاد هذه نقلبوا على بعض. توا دخلت مرحلة تاع كسر عظام. باهي السؤال، المجلس الأمن القومي أولا كان باش ينعقد الأسبوع الماضي، رئيس الحكومة قال لا، وقع تلاسن علني لأنه ثم ستريمينج ويعدوا في الجلسة نتاع المجلس الأمن القومي، تكلم نقز من غادي قدام رئيس الجمهورية اللي قبل ما نجيبش يقول قدامه حتى كلمة، راهو يوسف الشاهد راهم الناس غالطين، راهو باش يقول أربع كلمات في البرلمان ولا في التلفزة يقروه 28 ساعة كعبلة في الحديقة. باهي سافا، جيبوه على المباشر يتفضل واسألوه أي سؤال مش محضره 10 سوايع ما يعرف يجاوب حتى شيء. هذه هي مشكلة نتاع تونس. باهي بطبيعة الحال الأسبوع هذا نزاد تحدث هو بتاع الكارثة بتاع الأطفال. السؤال، هل ندرى رئيس الجمهورية فقطه؟ نحن في الجبهة الشعبية لا نعتقد ذلك، هو جبدان أوراق لتوظيفها في معركة لا تهم شعب تونس ودولة تونس. علاش يتعاركوا؟ يتعاركوش زعما على الغلاء، يتعاركوش على السيادة الوطنية، يتعاركوش على الدولة، يتعاركوش على إقلاع المنطقة الغنيمة، يتعاركوش على التنمية في الجهات، يتعاركوش على حرية العالم، يتعاركوا على الدولة من يحكم يستبد بها. وأكثر من ذلك، أنا بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية الخصومة الأساسية الرئيس الجمهورية ما هيش مع النعذرة، هو قال الكلام هذا في آخر حوار تلفزي، قال هم تلقوني، راهو استعمل الكلمة دي، هم قطعوا معاه العلاقة وهو مستعد. مشكلته الكبيرة مع يوسف الشاه، ولذلك طرح القضايا هذه لا ثقة لدى مطلقا فيه، لأن ثقة في شعب تونس في القوى الديمقراطية في نساء تونس، وهذا مش كلام تاع لغة، احنا نعرفوا أنه المواضيع هذه جبد التوى لإحراج يوسف الشاهد. وهو لاحظوا مثلا الحزب اللقيط هذا حزب الكردونة يقتلوا الناس ويسموا حزب انتحية تونس توكلت هذا كلام، وبالابتزاز وبالضغط على النواب، أنا نعرف
ثم النواب مشوا مع يوسف الشاهد وخاصة اللي عندهم البقشيش الفلوس مشوا خوفا على مصالحهم والنجم نعذرهم وثم ناس في الحكومة قاعدين ونشوا مع راس المال الجبان لا لا مش راس المال الجبان هم جبناء ناس قاعد وزير قاعد والي تحب تمشي تحب كذا هذه هي حقيقة هذه حقائق بالضغط والإكراه بربي خليني أكمل فكرتي شوف هي توا انقلبت الآية ما زالش يتكلم منهم وينو سي مصطفى بن أحمد بين ظفرين ذاك اليساري الذي قلب مش فيستا من فيستا تعود عليها ما زالش يتكلم في المواضيع هذه ما عادش يتكلم انقلبت الأدوار اليوم تونس أمام مصيرها إما تحصن نفسها من عصابات مافيوزية مافيا يجمع رنا منين صغار ديما نعاودها كانوا كي يبدا واحد شيطان في الحومه ولا في المكتب رد بالك تقول لكمك ولا باباك رد بالك تقول لك ذكروا مافيا هاو جاء وقت ولت المافيا تحكم في شعب تونس وباخلاق وضيعه تعرف اكبر حاجه جرم في تونس ما عملوش اللي قبله جيبوا لي في بلاد واحد انقلب داخل حزبه وهو رئيس حكومه ويعمل في حزب من الدوله يعمل في حزب من الدوله بن علي عمل انقلاب على بورقيبه اما رد بالك راهو ورثت الحزب الدستوري بدل له اسمه التجمع وبدل هذه يوسف الشاهد حقيقه يعد الى مشروع استبدادي سيندم الجميع اذا لم يتحركوا من اجل ذهاب هذه الحكومه مش لاسباب الاطفال بركه ومش للرقاب يا ولدي الدوله بكلها في النوار تو في الاقتصاد في النوار ذاك علاش خويا عمر الاجهزه السريه رغم كل شيء ايجابي راهو المجلس مدام فات يعني احنا كي نشوفوا مجلس الامن القومي يدعو الى التعجيل بعرض مشروع قانون الطوارئ المنظم لحاله الطوارئ يعني الاسباب علاش مجلس الامن القومي خاصه انه رافض انه رئيس الجمهوريه نهار 4 ابريل حسب الدستور طبعا يمدد في هذه حاله الطوارئ يعني شنو الاسباب اول حاجه انا نحب إن نقول زوز حاجات قبل ما نبدا نحكي اول حاجه نحب نشكر السيده ريم محجوب على المبادره اللي قامت بها ولمدتنا احنا مجموعه من النواب باش نجمنا نعملوا لاول مره شكايه قضائيه باش نجموا كما نقولوا نوصلوا صوت الشعب حتى اذا كان مؤسسات الحكومه ما حبش تتحرك احنا تحركنا وكانت لها جرأة في ذلك باش تلمدنا نعطيها الصحة برافو عليها هذه معناها دليل اللي كونوا فما ناس وطنيين ويقفين في البلاد هذية ما نجموش نلمدوا الناس الكل ونقولوا كلهم خايبين فما ناس وطنيين قاعدين ويقفين بالمرصاد لكل من يهدد الدولة التونسية هذه الأولى حبيت نشكرها وضح لنا 43 ناس فقط أي شوف ماما سمحني فاطمة بعد رجع هو كل واحد المؤسسات يلزمها تخدم معناتها في الدولة وكل واحد يتحمل مسؤوليته في احنا كنواب هما 43 نائب اللي مشكورين نشكرهم اللي معناتها وافقوا باش يوقعوا معايا باش قدمنا القضية هذية ضد الجهاز السري علاش احنا علاش النواب وعلاش وقت توا معناتها سؤال يتقال أول حاجة احنا نحكيو على اغتيالات سياسية واحنا ومنهم نائب كان معايا في المجلس التأسيسي الحاج البراهمي الله يرحمه دونك انا بالنسبه لي انا كنواب احنا معنيين بهذا اثنين فما امين عام حزب اغتيل كذلك احنا كسياسيين معناتها يهمنا شان ذلك وكذلك نيابه على الشعب اللي هو يحب يعرف الحقيقه اليوم من نهار 30 اكتوبر من اول ندوه صحفيه عملوها هيئه المحامين وقد ما قالوا قدموا ايديت وحكي وحكيات والنيابه العموميه ما تحركتش وما تفتحش حتى بحث تحقيقي في حد شيء. احنا اليوم ما عادش عندنا كلام تاع هيئه المحامين، عندنا معاينه قضائيه من حاكم تحقيق 12 واحنا هذاك علاش توا عملنا القضيه هذه لانه فما معاينه قضائيه ما عادش كلام. والمعاينه القضائيه بعد ما عملها قاضي التحقيق قدم هو للنيابة العمومية الجرائم اللي لقاهم في الغرفة السوداء متاع وزارة الداخلية ولكن مع الأسف عنده توا شهر ملي قدم هذيا الجرائم هذيا
وما تحركتش النيابة العمومية. احنا قلنا هي نعملوا قضية عسى أن النيابة العمومية تحرك. احنا التجأنا إلى القضاء، نحبوا القضاء ينيرنا، كان فما ما كان فماش ما فماش. قابلتوا رئيس الجمهورية واليوم مشينا قابلنا، ما احنا مجموعة معناتها على النواب، قابلنا رئيس الجمهورية أول حاجة لأنه رئيس المجلس الأمن القومي ولأنه عنده صلوحية في هذا كذلك. خلينا نشوف هذا اللقاء ثم نعود، شوفوا لقاء النواب مع رئيس الجمهورية. أنا عندي مبدأ بالموصل للجميع، كل نائب يطلبني نقبله. قل لي علاش؟ مش صدفة، لأن السيادة راهي عند الشعب، ينساه كلهم، اللي يقول لي وزير ينسى اللي مش هو صاحب السيادة، والشعب لممارسة السيادة عنده نوب ناس، نوب الرئيس ولا هو منتخب معناها مباشرة من الشعب، ولو هذايا نسووه مش مع الآخرين، ونوب نواب شعب مش نوابهم معناها، ولو مش فرد تمثيلية لكن سواسية بالنسبة لتمثيل الشعب. ولهذا النائب يطلبني، وخاصة إذا كانوا جماعة أهلا وسهلا، ونعرف أن هذا يحرج غيري، أنا ما يحرجنيش. تبدأ بالموصل على الناس كل، ومش معناها يجي يقولوا لي حاجة أنا نمشي بها، هذا خدم العقل بتاعي غربا شوية. على كل حال فيما خصكم أنتم، نعرف اللي أنتم خليتوا مبادرة، وأنا البارح برك جبتها في المجلس، يعني إلى متى باش نقعدوا واحد النهار كل ونحن نثموا في بعضنا وما نثموش بالصواب ولا بغير الصواب؟ المهم هو كون نوصلوا الحل. أنا راني ما نحبش ندين النهضة على خاطر هما نهضة، إذا كان ثم حاجة وقعت ما نعرفش بيه، ولكن اللي يهمني أنا مش التنظيم ولا ما عدم التنظيم، يعني نرى عندهم دخل في حكاية الاغتيال ولا لا. إذا عندهم دخل أنا ما غطيش عليهم بصراحة، أنا التزمت التزام أخلاقي، ولو هما ولات الأخلاق ما عادش عندها معنى البلاد هذه، هو كونه نعتبر الشيء اللي وقع في الاغتيال ووصمة عار في جبين التوانسة الكل مش معقول. هكذا يعني دولة مستقلة ذات سيادة وعندنا برلمان، ونهارة البرلمان اللي مجتمع كذا تقع الأمور هذه، ما عادش فما دولة سيؤسسان في الكوسعة. ولهذا يعني المسألة يلزمها تاخذ حذرة. توا وليت ولا تحكي الاخر عنده 300 مليون والاخر 10 مليون، فضايح هذه الى متى؟ شنو باش نزيد نغطيه في الموضوع هذا؟ انا ما نغطيش على كل حال، انا نقول لك وما عنديش حسابات، ما عنديش انا حسابات بصفه عامه. انتوما من حقكم ان تتسالوا، اثنين ان تطلبوا، وانا يعني يلزم نوصلوا للحقيقه اذا كان امكن، وانا نعتقد هذا فيه خلاص لتونس إذا كان وصلنا للنتيجة، يعني إيجابية ولا غير إيجابية، لكن نغلقوا هالباب هذا. ونقول لك مدام القضية في الغموض راهو معناها مش باهية بالنسبة لتونس بصفة عامة، لا بالنسبة للحقيقة. حتى الثوريين هذوما الثوريين راهو الثورة الحقيقية هي الحقيقة. أشنو الثورة؟ وهي الحقيقة، سي لا فيريتي، واحنا نحبوا هذا، هي لا فيريتي، ما نحبوش غير لا نحبوا نزيدوا ولا نحبوا نقصوا. نعود مدام فاطمة، تعقيبك على هذا اللقاء مع النواب. أول حاجة نحب نقول نثمن هاللقاء هذايا مع نواب الشعب، معناه لقاء ما بين البرلمان والسلطة التنفيذية من أجل قضية وطنية، مش من أجل تصفية حسابات ولا من أجل أي حاجة، هي من أجل قضية دولة، قضية أمن قومي. القضية الأمن القومي هذية معناها مش جديدة، احنا من أول ما بدأت هيئة الدفاع حول اغتيالات الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، على الأول كانت
واقترحت الملفات والوثائق اللي صارت كانت نوع متاع يحاولوا حركة النهضة حاولت باش تمتص هذيك الصدمة اللي خذيها الشعب التونسي لمدة أسبوع وحاولت تقزم المسألة هذية وترجعها قش عليها عركة ما بين الجبهة الشعبية وحركة النهضة واللي تحكي على الجبهة تقولها أنت منين لك الوثائق هاك عندك تنظيم سري منين جبتوا الوثائق هي الدفاع وقتها معناه احنا الناس الكل مواطنين كل مصدومين وهي النهضة رجعتها معناها انديري معناها منين جبت الوثائق وشني المشكل وقتها احنا تحركنا وعملنا كمجتمع مدني تحرك وطني من اجل كشف حقيقة التنظيم السري ومعاقبة الضالعين فيه وتحركت الناس والنخبة ومنهم مدام وفاة ومنهم برشا ناس اخرين كيف كفاءات ووليت قضية رأي عام وصلنا حتى حسسنا البرلمان بأهمية القضية هذية وأصبحت وصلنا حتى هزينا عريضة اللي هي عريضة من الأحياء الشعبية آلاف وآلاف المواطنين هزيناها إلى رئاسة الجمهورية وتبنيها أعضاء مجلس الأمن القومي اللي استدعى اللجنة لهيئة الدفاع وخذا الوثائق متاعها وخذا العريضة الشعبية متاع الناس وأصبحت قضية دولة مطروحة على مجلس الأمن القومي معناها من أكتوبر الفايت إلى حد الآن أصبحت ما كانت عركة صغيرة في بالهم يحطوها صغيرة أصبحت قضية دولة وهكما تشوفوا وصلنا حتى النواب قدمنا قضية شكوى للسلطة القضائية بخلاف السلطة التنفيذية قدمنا قضية للسلطة القضائية لأول مرة في تاريخ تونس وفي تاريخ معناها البرلمان التونسي يلتجأ البرلمان ما يقاش سعده في البرلمان يمشي للقضاء وبش يقول له افتح تحقيق ويكفيك معناها ما تستجيبش للضغوطات متاع الناس اللي تتحكم في الدولة وقوم بواجبك وحل القضايا وحل التحقيق الأصلي في القضية هذية القضية هذية اللي حكيت عليها مدام راهو هذية توا عنا من أكتوبر قريب نقفلوا عام والتوا ما صار فيها حتى تحقيق أصلي بل بالعكس توا ولينا نسمع أصوات ولا سي مصطفى خضر ولا مسيكن معناها مظلوم يمكن احنا راهو بالكشي نطلعوا في اخر حلقه احنا اللي عنا تنظيم سري ولا احنا قمنا بالاغتيالات باشر الشابي يتكلم ربي عقبلنا على كلام الاستاذ بشر الشابي شوف الاعلام اللي يعطي معناها منبر لمتهم ومازال ما صارش فيه تحقيق ومش حتى تحقيق اصلي معناها ولتو ما امام الجرائم ثابته بالاوراق وكي تشوف مدام تقول لك جرائم فيها اسماء وكيفيه العمليات وغيره وغيره يا اخي جينا احنا معناها هكاكا حكينا راسنا قمنا قدمنا قضيه عندنا مستندات عندنا اوراق وهذا باش تشكك في قاضي تحقيق انت قاضي تحقيق شافهم وهو اللي عمل انابه وحب احاله باش يحل الملف هذايا إذا كان هالمحامي هذية يشكك في قاضي التحقيق سبحان الله على الدنيا السلام على الدنيا السلام هو معناتها ما لازمش نستخفوا بالمواطن هما يحبوا يبسطوا يميعوها معناتها الحكاية وما ثم حتى شيء والورقة هذية معناتها الوثيقة هذية فيها معناتها المحامي هذا متاع سي مصطفى خضر وأنا نحب نذكر اللي كل ما قالوا هو قالوه ديجا هيئة معناتها المحامين في 2 أكتوبر كان تحبوا ترجعوا للتسجيل هاي الدفاع سامحني سي رضا الرداوي قال والكل ما موجود معناتها في الوثيقة قال لي معناتها الكلام الكل موجود هذايا وهو هذايا ما نجموش نشوفوه من غير ما نقراو ما نعرفوا التنظيم نتاع الهيكل نتاع الجهاز السري هذايا معناتها البنية التنظيمية اللي قدموها كان تبعتوا الندوة الصحفية في مهدية ورانا المعطيات الجديدة لا اي اما ميتخ انور الباسي ورا كيفاش الهيكلية التنظيمية متاع النظام السري تفهم
عندهم شعبة، كل شعبة بيش مختصة. فما شعبة من المشعب فيها معناتها بث الإشاعات ومعناتها خلق الإشاعة وتسريب وترعب الناس وكل شيء، حرب النفسية. هذيك دوك تفهم انت شنو الكلام اللي موجود في علم كامل. لا لا معناتها كي تشوف كيفاش معناتها منظمين تفهم معناتها المعطيات هذه كل تقراها. كذلك وقتها في كان نرجعوا معناتها للتسجيل اللي قالوا زيدا نتذكر وقتها حكيوا على الوثيقة متاع اخفاء ابو عياد، حكيوا على التهديد الوثيقة متاع تجسس تاع بدرة قعلول. معناتها وقتها قالوا فما العديد من المعطيات اللي موجودة في الوثيقة هذه اللي لقاوها في الحاسوب متاع سي مصطفى خضر. دوك انا يظهر لي معناتها المواطن التونسي يعرف ويفهم، وانا نحب نسال حاجه برك، علاش اليوم ما ثم كان هيئه الدفاع وكان النواب اللي قاموا بقضية كيف هو سيد المحامي هذا عنده هالمعطيات هذه والورقه موجوده عند سي مصطفى خضر، علاش ما قامش هو بقضية وعلاش خفاها على القضاء؟ كيف انت وقلت وعندك الورقه هذه من وقت اللي هو محاكم متقاضي معناتها سي مصطفى خضر. دونك لهنا نسألوا الأسئلة اللي يزهم يتسألوا، علاش ما فما كان هيئة الدفاع وما فما كان النواب اللي هما قاموا بهال بالقضية هذه. باش نسترجع الكلمة مثلش توا أنا نحب نقول احنا توا شنو نجم ونعملوا أكثر من اللي عملنا اللي الشيء هذية اللي حطينا القضية قضية رأي عام، وبعد من قضية رأي عام قضية الدولة ومجلس أمن القومي نستنيوا فيه باش يفعل القرارات اللي اتخذها سيد رئيس الجمهورية. ولا أظن أن سيد رئيس الجمهورية يقول ما لا يفعل، أنا أظن أن العكس، أن رئيس الجمهورية مطالبة باش ترجع ثقة عند المواطنين، على خاطر إذا كان كل واحد سنسنا رئيس الحكومة يقول ما لا يفعل، احنا مننتظر من رئيس الجمهورية باش تقول وتفعل، وهذا المطلوب توا قبل ما نمشيوا للانتخابات. هذه الأولى. ثاني حاجة ها باش نقولكم، راهو الصمت المريب للحكومة راهو يتسمى التواطؤ، والتواطؤ هو مشاركة في الجريمة. فاطمة، والصمت اللي كان معمول قبل العركة بين الباجي والشادي شو تسمى ذاك؟ صمت إيجابي ذاك، ما مريب ذاك. صمت شنو؟ هاني مش نذكر، توافق على شخص أما المعلومات، معلومات نهار 12 أكتوبر بارك الله فيه سيوسف الشاهد في الانقلاب اللي عملوا أو جاء الفايت تونس وفايت الأمن القومي. بكل صراحة يزمكم تعرفوا التواريخ شنو اللي صار. التاريخ راهو احنا اتقطع التوافق قبل ما يجي لجنة التحقيق متاع قبل قضية هيئة الدفاع متاع الشكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي، قبل ما تعمل الندوة الصحفية متاعها اتقطعت التوافق قبلها. في 12 أكتوبر وقت عملت التحقيق، وقت خرجت الوثائق هيئة الدفاع، احنا معاش مستعدين نتوافقوا مع مجرمين. والله كنا نجموا نتوافقوا مع ناس أحزاب مدنية، نجموا ما نتفاهموا معها في حاجات وما نتفاهموش معها في حاجات أخرين، نجم نقولك. لكن كي تولي فما إجرام في الحكاية وانت تتوافق مع مجرمين، هونية يتسمى تواطؤ ومشاركة في جريمة، وهذا يحاسب عليه القانون. احنا كنا قبل ما عندناش حتى وثائق، وكلام وكلام وكلام، وكي خرجت هيئة الدفاع ولت بالوثائق، واحنا مانيش مستعدين نتوافقوا مع حزب اللي هو غير مدني وعنده اغتيالات وجرائم في كذا. أدلة واضحة، أدلة واضحة. الناس اللي تتوافق مع المجرمين ما تنجم تكون كان مجرمة. به نكمل لك. الصمت متاع الحكومة أمام سمحني يا سيدتي النائبة، طيب أنت تحكي تقولوا ما يكونوا كان مجرمين، راهو حزبك اللي كان معاهم متوافق. شوف أنا عودتك بالنسبة للحزب متاع نداء تونس، احنا رغم اللي انا كنت رافضة التوافق من اول نهار، اللي كنت مينوريتي في وسط حزب فيه ماجوريتي قالت احنا من اجل التعايش ومن اجل كذا كذا نقبلوا بحكومة فيها نهضة، وكل انا كنت ضد، وصلت حتى معناها نتعارك انا وحزبي ونخرج ساعات على المنظومة بتاعهم من اجل انا خاطر نشوف المسار السياسي موش صحيح. هذية كله اللي صار قبل ما تبدأ هيئة الدفاع في طرح اللي شافته
اختير على الدولة اللي كونوا فما اختراق أمن دولة وعملية اغتيالات خطط لها الحزب حركة النهضة من تنظيمه السري. أنا ماذا بيا من عموش الحزب كل فما مسؤولية من تنظيم شخصية السري تاع حزب حركة النهضة. وصلت الفكرة فيها القدر. هذا اللي حبيت أقوله، معناها اللي جاء بعده الكل تنجموا تشوفوا السياسات من بعد شنو اللي صار. من بعد احنا ديجا ما فماش توافق ورافضين، وصلنا مشينا للقضاء. تعرفش معناها حزب ماشي للقضاء؟ معناها مانيش متوافقين. واضحه فاطمه. لا امان خليني نكمل. دونك صمت الحكومه اول حاجه امام المعطيات نتاع اللي متعلقه بامن القومي والجهاز السري هو صمت غريب ومستريب. مش غريب، خاطر كان يقول كلمه واحده يخرج من الحكومه. السيد وزير العدل اللي هو رئيس النيابه العموميه عامل روحه ما شافش، وجينا حتى للمجلس النواب وبالنسبه ليلو قش عليه ما صار شيء في البلاد، لا فما حاجات تهدد الامن القومي ولا حتى شيء. ونزيد عليه اللي كونه السيد راشد الغنوشي يتبجح في الإعلام اللي هو العمود الفقري يسند في الحكومة، معناها هذه الحكومة هذية معناها لا يزي، معناها مسنودة من واحد متهم اللي عنده تنظيم سري ويتفاخر في ذلك في الإعلام أمام صمتها. الصمت الثاني اللي هو معناها الصمت حول قضية التسفير وعودة الإرهابيين. القضية هذية احنا توا راهو ما نذكرش حتى رئيس الحكومة نهار جبد على التسفير ولا قام بالإجراءات القانونية باش يشوف من كان وراء شبكات التسفير ولا من هو وراء هذه عودة الإرهابيين بصفة غير قانونية. هذية زادة ما نظنش حكومة تكافح في الإرهاب تصمت أمام الشيء هذية، معناها هوني فما نوع متاع تواطؤ مرة أخرى من الحكومة في قضايا تهم أمن البلاد. معناها بصفة أخرى أنا كي يخرج لي رئيس لجنة ويجي يقول احنا عنا التزام دولي باش الإرهابيين يعودون إلى تونس، حب نعرف شكون التزم. احنا السلطة الأولى في البرلمان والسلطة الأولى ما في بالهاش وما عملنا حتى التزام. وإلا الحكومة اللي فوضت مع الألمان ومع الفرنسيس ومع الكتاب. الحكومة اللي قاعدة تجي رئيس لجنة يتكلم باسم حكومة والحكومة قاعدة ساكتة تتفرج، لا قالت لا كيفاش لا علاش لا شكون فاوض لا ما فاوضوش، هل احنا مستعدين، هل أن عندنا سجون خاصة، هل أن عندنا معناها أمن متكون، هل عندنا هذا الكله، ما قالت حتى شيء. قوش عليه حاجة عادية للرهابيين باش يرجعوا باش يعملوا يقعدوا في منتجع سياحي اللي هي تونس، لا قضاء ولا حتى شيء، عادي جدا. وشبكات التسفير معروفه قبل ما تعاركوا ولا ما تعاركوش، ما معروفه من قبل ونعيطوا مع البوش. شبكات التسفير وليلى شكاوي من نداء وبعد انقلبت. سامحني، بل شبكات التسفير هاو قداش من بلاتو جيت فيه هنا مدام، قداش من بلاتو جيت فيه وحكيت على التسفير وحكيت على اسامي امنيين، والامنيين هذوما نشوفهم اليوم يلتقيوا مع رئيس الحكومة ويرجعوا لخدمتهم. أولهم عبد الكريم العبيدي، عملت سؤال كتابي تصدقش، عملت سؤال كتابي إلى وزير الداخلية وعطيته حتى نمره البرقية كيفاش ناس هذوما أمنيين متهمين، عطيته بالعدد معناها تخيل أنت واحد تعطيه بالوثائق ويخرج يقولك لم يثبت وزير وقت شكون وزير الداخلية توا هذا الفراتي وحتى تقوله لم يثبت وزيد يرجعوا للمنصب نتاعو في وزارة الداخلية. هذا كيما السيد نتاع الديواني اللي مشى يمثل في تونس وهو متهم بالفساد. احنا توا وزير الداخلية رجع واحد متهم في قضية اغتيال في امن موازي وقضية اغتيال البراهمي وغيره، وتحبوا يكشف على الجرائم ديلاتي، هذا متواطئ بينزيد عليه وتحبني ما نسحبش الثقة منها الحكومة. رجعوا بأي منصب رجعوا؟ معناها شنو؟ رجعوا للمنصب نتاعو اللي كان. وخرجت حركة النهضة تطبل وتذكر وتقول يحيى العدل. أما عدل اللي تحكي فيه. وزير الداخلية هذا النداء صوت له. رغم هو وزير معروف متواطئ مع حركة النهضة والغرفة السوداء اللي قالوا عليها، قال ما ذاب مش راه. وبعد المعاينة ولا يحكي على فضاء مغلق باش يرد هنا كب الرشد فلسفة معناها أنت. هي الفضاء المغلق هو الغرفة. لا ثم شو أنا خلي تكمل عمار لحظة. الثالث نقطة بالنسبة لعودة الإرهابيين.
انت تو تقول رئيس لجنه واحنا قلت منين ومنين ومنين يا سيدي. انا نكتشف اللي فما تقارير امنيه جات لرئيس الحكومه يوسف الشاهد تحذره من سيناريو كيما سيناريو الجزائر في حاله عوده الارهابيين لتونس. و سيد يوسف الشاهد عقد العديد من الاجتماعات بخصوص ملف عوده الارهابيين. انا كي نسمع الشيء هذا وشوف رئيس لجنة ونعمل أنا سؤال كتابي للسيد رئيس لجنة تقارير أجنبية جات ليوسف الشاهد جات وهو عمل اجتماع ضم وزراء وخبراء وأمنيين وعسكريين وقالت نفس المصادر اللي عمل رئيس الحكومة في صمت لأن العبرة بالنتيجة. نتيجة شنو؟ معناها احنا تو باش نرجعوا الإرهابيين والناس اللي سفرت باش نغمضوا عينينا لأن السند متاعنا هما موجودين معنا في الحكومة دونك مجرمين وعن الاجرام بتاع التنظيم السري كيف ما نغزرولوش ونزيدوا عليه. يجي يدعي سيد رئيس الحكومه اللي كونه معناها بركل عليه عمل مؤشرات اقتصاديه وكل شيء يمشي يفتحوا محافظ البنك المركزي يجينا في البرلمان ويفتح المؤشرات الحقيقه والديان وانهيار الدينار والتو اللي هو متاع التضخم اللي عمرها ما صارت في تونس وقريب يقول لنا راهي البلاد فلست يا عباد وراهو لي يغرنكم كذا. بي وين الاصلاحات الكبرى اللي قال عليها رئيس الحكومه؟ مش صرف مال قارون باش يعمل لنا دي بيبليسيتي على الاصلاحات الكبرى؟ يقولوا النواب ما خلاوش يمر يا سيدي. انا بالنسبه لي لا ريت تعليم ولا ريت صحه ولا ريت بل بالعكس نرى توا في المؤسسات العموميه قاعده تدور شوفوا ستيغ شوفوا غيره معناها نتاع التونيزير وغيره ولا حياه اللي من تونادي معناها هذا الكل كما يكفيش لسحب الثقه. انا طلبت حتى من الكتله نتاعي باش نسحبوا الثقه حسب الفصل 97 اخاطر بعد 15 يوم من تو اذا كان النواب ما يتحملوش مسؤوليتهم لسحب الثقه من الحكومه راهو يولي ما عاش عندنا الحق في سحب الثقه. سحب الثقه فصل 97 بعد 15 يوم مش صحيح على خاطر قبلت 6 شهور ما عاش لا 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 خوفوا في الناس مش في النفس حل المجلس ورئيس الجمهوريه خلينا نتفاعل وفاء على كل حال. انا بالنسبه لي كي عملت المبادره هذيا وقلت هذه نمشيو للواحد نلقى فما مجموعه في الكتله نتاعي ماهيش ماشيه معايا في الخط. علاش مش ماشية معايا في الخط؟ هوني نقطة استفهام. هل المصلحة الوطنية اني برنامج في التلفزة نقطة استفهام هذا كذا هل المصلحة الوطنية تقتضي حسابات سياسية او المصلحة الوطنية تقتضي وقفة صارمة مع من يلعب لمستقبل تونس مالية وكرسي خلينا خط الوقت يدعي. بعد هل سمعتوا الكل نرجعوا للاشكال متاعنا اكيد الدمالة متاع تونس النظام السياسي. يا سيدي النظام السياسي ما تمشاش معانا راه يا اخي بالسيف تركب للي ما يركبش علينا ما ركبش علينا يا سيدي. احنا ناس الله غالب علينا اثبتنا كونه هالنظام هذا ما يتمشاش. السيد رئيس الجمهوريه انطق بكري قال راني انا المنتخب والناس مش حابه تفهم هذا. هي فعلا يا سيدي انت حتى الاولياء نتاعك الوليدات اللي توفاوك الملايكه ذوكم وقت اللي نسمعوهم يتكلموا يقول لك رئيس الجمهوريه. وقت اللي الدينار يتيح يقول لك رئيس الجمهوريه. وقت اللي تقع اي مصيبه في تونس يقول لك لا يا سيدي مسؤول عليها الباجي قايد سبسي. التونسي مازال ما استوعبش كونه رئيس الحكومه هو المسؤول على كل ما هو سلطه تنفيذيه. السيد رئيس الدوله يتوانسه ما عنده حاجتين برك. عنده الدفاع وعنده الخارجي هذو ما في دي فقط. حتى بالنسبة لمجلس الأمن القومي ما ننساوش اللي معاه السيد رئيس الحكومة يجلس راهو اي اما عنده صلوحيات عنده صلوحيات ولكن زاد معاه رئيس الحكومة في الصلوحيات هذيك. ما هي الصلوحيات واسعة راهو للسيد رئيس الجمهورية يدخل في إطار الدفاع يدخل لا ما خلينا معاه السيد رئيس الحكومة. وقت اللي ترجع تلقى كونه السيد رئيس الحكومه يوصل يصادق على القرارات نتاعو باش تتعدى. ولذلك كيفاش تحب انت لهنا ينجم يمشي برشا السيد خاطر سمعت السيده النائبه قالت عنده برشا صلوحيات وطلبنا منه في المقابله انه يمارس صلوحياته هذه. احنا السيد رئيس الدوله سمعناه وقت اللي حكى وقال اذا خلا لك الجو فبيدي وفرخي. احنا مازلنا نستنى في لابد من صيدك يوما ها
هكا ولا فاصبري، احنا صابرين تو عندنا اشهر، عندنا الوثائق قدامنا، ولينا اليوم بهالوقت هذا اللي طويل متاع البيض وفرخ هما بعض وفرخوا مليح، القينا كونه هالمستنية هذه وهالوقت هذا الكل، وتعرف صار فيه توا قاعدة الشركة الأمريكية اللي تعمل لهم في الكوتشينج وتعلم فيهم كيفية التعامل مع الأزمات بحركة النهضة، قالت لهم اقلبوا الطرح على الجماعة، ما عادش توا نحكي وتقول لنا منين ليكم يا هيئة الدفاع، لا توا تخرجت علينا بمحاميها وقتلك فما ورقة منقوصة من الملف، واللي الأموال هذيك ادفعها سي كمال الطيف. لا وادفعها. لا 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 لا, 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 لا. جابوا رواية أخرى حتى بالمنطق ما تستطيعش. أمتاع العزام هذيك. لا هذيك قالوا ادفعها حمل همامي عطاها 300 مليون كمال الطيف. وقالوا وجبدوا على كمال طيف هالرجل الأسطورة في تونس اللي في كل بلاصة موجود في كل مكان، في جوكر كان ضد الشاهد موجود، كان ضد الباجي قايد سبسي موجود، وما كانوا جوز واحد حطوه في الحبس والآخر. وأنا والله نقول لك حاجة، وليت بالنسبة لكمال طيف وين نوجده في أي موقع من المواقع موجود في وثيقة ولا كذا، نعرف اللي مصدرها هو الإخوان، الإخوان جاي المصدر متاعه، ما فماش مصدر اخر، اللي هما يعتبروا هنا هذا يا رجل الظل ويتحكم في كل مفاصل الدوله، وحنا السيد هذا ولينا معناها شبح سمحني كي هو رجل الظل يتحكم هكا ولا ويتحكم في كل مفاصل الدوله، علاش كي كانت عندهم الاغلبيه في ترويكا ما حكموش ولا ما قاضوش ولا ما عملولوش حتى تحقيق ولا محاسبه؟ الكلام واحد ولات نكته، كانوا عاملين هذا كمال وهذا شفيق دخل حبس ولا كمال وحده، تعرفوا كيف قالوا في 2013 اتقابل كمال الطيف برئيس الجمهوريه في باريس، في الوقت هذاك كمال طيف عنده تحجير سفر، في الوقت هذاك محجور عليه السفر، يندرش شبح متاعه انتقل وخذ الطياره وما شافوهوش في المطار. يا ولدي راكم السيد هذايا رديتوه لنا الرجل للشبح اللي فعلا ولينا نتمناو يا سيدي يخرج لنا في التلفزه سي كمال طيب، اخرج احكي لنا في يوم من الايام خلينا نفهم شكون السيد هذايا. انا ما ندافع على حد دعوة. انا ما ندافع على حد، اما اي حد في تشكيك قدام القضاء تنجم تعمل ما جابش لا وثائق لا شيء. لا لا هذايا احنا شنو مطلوب؟ مطلوب تحقيق يا خويا، اللي يطلع عنده مشكل يتحقق قضايا اكثر. هو شنو هو هذا الكل؟ معناتها ما قالش رجل غنوشي اللي الوراق لقاهم في الداخليه يعاون في الداخليه وتو كلام هذا واحد يمشي العزيمه تقول له شنو يكتب هو في اللي قالت له العزيمه؟ معناتها من تحدثوا عن هذا الموضوع هالجمعيه هذه الكل راهي قرات في المغرب، يعني الفكر نتاعها مركب على العزيمه بطبيعتها. سيده استاذه ترشي فما حاجه هامه جدا، اخطونا من التفاصيل وهيت نمشيو للصحيح. انتم توا قدامكم حكايه مدرسه الرقاب اللي هي كيما ذكرنا كيما في طالبان في افغانستان، اي هذيك مدرسه هذيك تكوين نتاع ناس جدد معناها عندهم فكر اخر فكر داعشي كذا، هي المدرسه الابتدائيه اللي باش تعمل التفريق اللي لو كان نسكتوا عليها باش نلقاو رواحنا غمنا النظام الطالباني الافغاني ولقينا رواحنا وقتها يا خيبه المسعى ما عاد حتى حد باش يقدر. انه تعرف افغانستان كانت متطوره على تونس قبل ان يجيوا هالطالبان هذوما وهالنظام نتاع المولى، في بالك ولا لا؟ اليوم معاناة وتدمير شامل في أفغانستان ولا يقدر أحد على هذه الحرب التي لا تنتهي في أفغانستان. اليوم احنا في تونس الدولة التونسية الحكومة عاملة وذن من عجين، علاش؟ لأنه النظام السياسي ما يخليش الحكومة تتكلم، لأنه السيد رئيس الحكومة محمي بحركة النهضة، لأنه وين ما فما باش يتحرك شيء في الحكومة يخرج علينا الشيخ الغنوشي ويقولنا لا أنا مع الاستقرار. نعم يا سي الشيخ الاستقرار، لأنه الاستقرار اللي راقد عليه الحكومة على الخنار، أكل الخنار هذاك اللي لو كان تتحرك اليمين ولا اليسار الحكومة يبانك الشيء من تحتها، لأن الناس الكل يلزمها أس ويلزمها الحس لا تتحرك هك النعسة هذيك
وكالشيء ذاك كالمفرخة اللي قاعدة تتفرخ بأولادك اللي يذكروك بشبابك هذايا الكل. والمشروع التمكيني هذا راهو اليوم يا إما باش تاقف فيه الحكومة، والحكومة اليوم المشكلة إن هيديها مربوطة بسين نهضة اللي تحمي فيها. يا ولادي رأي تونس ولت لها عزام ورأسه عريان وما يلقاش كيفاش يلقى لنا حل. شوفوا لنا حل في هالبلاد هذه. السيد رئيس الجمهورية اللي معولين عليه برشا صلاحياته يا سيدي لا تسمح. ولذلك احنا اليوم نشوفوا الناس كلها تجري على الانتخابات. يا سيدي اي انتخابات في ظل في ظل هالغول هذا متاع الجهاز السري. أنا وليت شاكة كونه الجهاز السري متحكم في الهيئة متاع الانتخابات، متحكم في جميع مفاصل الدولة. كيف سنجري انتخابات مع ناس عندهم الأموال، الأموال السوداء اللي جايتهم من كل حب وصوب؟ هذايا التنظيم العالمي للإخوان المسلمين راهو غني جدا دون المساعدات اللي جايتهم من قطر ومن تركيا، وتركيا مش تعاونهم بالأموال بركة، لا، التجارة مع تركيا مربحة وتؤتي أكلها بالأموال. ولذلك يا سادة رؤساء الأحزاب اللي تخرجون هكا وتبينون كونكم مستعدين للانتخابات، أي انتخابات قادرين باش تدخلوها؟ والسيد رئيس الحكومة اللي ناوي كذلك باش يترشح للانتخابات وكل مرة يخرج لنا سونداج سي الزرقوني على أساس من يتقدم ومن هو قادر على قيادة البلاد هو سيوسف الشاهد. كيفاش بش يقدر على قيادة البلاد وكيفاش بش ينجح في الانتخابات بهالحصيلة الكارثية هذه بولادنا بالحزب هذي متاع موت يا تونس؟ هاو حزب الموت هذايا ولينا، ولينا ما عادش التفقير، ولينا القتل، وصلنا إلى القتل والدمار الشامل. ولذلك اليوم راهو اسمع اللي نشوفه فيه الكل مناش ماشيين في طريق سليم. لنا متجمعين كأحزاب وسطية، وهل الذي البيعة وذي الديمقراطية اللي ولات كلمة جوفاء لا تؤتي أكلها؟ الشعب التونسي ولا يضحك تقول له الديمقراطية والانتقال الديمقراطي، ويجيوك السفراء من الخارج ويقول لك والله سنرسخ الانتقال الديمقراطي. يا سادتي عن أي انتقال ديمقراطي؟ الانتقال الديمقراطي هذا اللي جوعنا؟ الانتقال الديمقراطي اللي خلى رئيس الحكومة اللي ما نعرفوهش اللي نكرة واللي جانا بفضل سلباجي قايد سبسي وبفضل انه ولد عائلته اليوم يتحكم في مفاصل دولتنا؟ رانا اسمع يا سي عمار عمروسية، انتم كجبهة شعبية راكم بيدكم مطالبوا لانكم دوما تدافعون على هذا النظام السياسي اللي هزنا للفينجا. هاي كلمة خيرة ملاحظات يعني واحدة خير، مش نحاول ما نطولش مثالش نخليه المجال للضيوف. اما معناتها ثم كلام يوم الميكرو تروتوار في الشارع واحد متعدي يبيع في اي حكايه، قول له برسمك تو في العالم هذا من 2012 ممكن شكون قاعد يقتل في العباد حي؟ شكون يحرق في العباد؟ شكون يقتلوا بالسيوفه وبالرصاص وبقصان الريوس؟ شكون يذبحوا العباد؟ تو يجاوبك حتى كاس اسمه اقليم الباسك وكل حركه كلها راضت، بقات فقط التطرف الديني والاسلاميين تحديدا. في معناتها زايد طرق ريتو كذقاضي، ريتو كذقاضي اللي مد اليد المنفذه تلقاه يشبه هكا اللي عفس على لطفي نقدي، يشبهوا لبعضهم وهم الزوز، يشبهوا للي في العبدليه هجموا على الناس الفنانين، ويشبهوا للي في القروان ولا في قليبيه مشاو معناتها هدموا محاضره يعمل فيها يوسف السدي. احنا تو على شكون ندشنوا؟ احنا من الاول نعرفوا اللي ولادنا قتلهم اسلاميين، واللي رموزنا قتلهم اسلاميين، واللي امنينا قتلهم اسلاميين. شو اللي بقى؟ ابقى قضائين، اما هو النوع نتاع الاسلاميين اللي قتل اولادنا واللي قتل الرموز انا قاعدين نثبتوا فيه. جاتنا لجنه الدفاع قالت لنا راهو جزء من حركه النهضه او افراد من حركه النهضه راهو تجدوا في بحث كقيادات متورطين في مقايضات والى غير ذلك، ومتورطين في كتله تعاملت باش تتجسس على الناس وتقتل العبيد والى غير ذلك. احنا شنو قلنا؟ قلنا ثبتوا فيه، هذا باش نثبتوا فيه. ومعناتها مدام مريم قالت كلام مسؤوليه شخصيه، اسيدي كان النهضاوي اللي خطيه الله يرحم والدين والدي، النهضاوي اللي حب يمشي المدى، اما عندكم عباد اليوم تجي تقف قدام مسؤولياتها ولا تقول لي لا كمال طيف ولا عملوا كانوا معناتها كانوا عندهم زوز جماعه كمال جماعه طيف وجماعه شفيق، حطوا شي شفيق في الحبس تو كل حاجه لطيف ما عادش فهم واحد لازم يخرجوا شفيق من الحبس باش يهز على راسه. معناتها هذا كلام، هذا كلام. واذا كان ثم عباد تخدم في اللوبيات نعرفوها شكون، وإذا كان ثم عباد تبتز في رجال الأعمال
ويعطيوها في الفلوس بالسيف ويعطيوا لهذا وهذا زاد نعرفوا مشكون واللي هذا زايد. اذا احنا توا نمشيو للعملي وانت موجوده في التحرك الوطني من اجل مقام جرائم التنظيم السري. بدينا عندنا توا السلطه التنفيذيه راسها المنتخب تخلف الموضوع في قلب. عندنا النواب دخلوا في الموضوع في قلب 42 نائب عندي انا خير من 450 نائب. خاطر ثم نواب كما قالت اخت فاطمه نواب بعض منهم عنده حتى شكون مات له عنده شكون مات له من المرجعيه القوميه نتاعو وما صححش. وعندنا شكون جانا لهنا يحكي على التسفير ومشى لسوريا وجا من سوريا وحكى دكتور ومع احترامنا ليه ما صححش. هذوما انا ما فهمتش علاش ما صححوش معناتها علاش شو ما صححوش علاش قولوا خلي يقولوا للشعب التونسي نقاط استفهام. الحلقه النيابيه بالله لحظه الحلقه النيابيه تحركت الحلقه التنفيذيه تحركت الحلقه نتاع لجنه الدفاع تحركت شو المزال زادت الحلقه اقوى حاجه اليوم ان يتحول كشف التنظيم السري الى مطلب شعبي. كيف يحصل ذلك؟ انت عندك اطار اللي هو التحرك وغيرك عنده اطار يلزم الشعب هذا ولو انه هو معناتها الشعب راهو حاسس معناتها مثلا كيف ماتوا الاطفال الرضع وما خرجناش في المسيرات مش معناها مش حاسين الشعب يشوف ويتالم اما يلزمه اليوم يخرج احتراما لك الدم احتراما للثكالة احتراما للناس اللي ظلمت اللي تقهرت اللي ذبحوا اولادك يخرج يعبر بالشكل المنظم والسلمي. وانتم عندكم شكون في اعضاء نتاعك مثلا سي عثمان طارح نهار 20 مارس تحرك احنا وقفه وطنيه من اجل كشف القتله لكشف القتله هكا نخرجوا ناس معناها بكل نظام مع الاسترخاص من السيد وزير الداخليه واللي يحبوه هما يخرج الشعب التونسي وكل واحد ما يصبحش راقد في داره ويتحمس وليته الوطنيه يهبط. يجب محاكمه القتله ويجب المضي في الوثائق هذه للقاوه ويجب على القضاء ونطلبوا القضاء تحمل مسؤوليته. والسلطه التنفيذيه الوحيد اللي ما نجموش نطلبوه لانه فاقد الشيء اللي يعطيه هو الحكومه هذه يستحيل تعرف علاش ولا بالنسبه له اليوم الذي سيقف فيه الى جانب الشعب التونسي ضد التنظيم السري هو اليوم الذي ستقرر فيه المجلس الشورى اللي تعمل له كل جمعتين باش يمدوا له سيقرر فيه تخريجهم من الحكومه. ولذا ما نعملوش على الحكومه نعملوا على الشعب التونسي نعملوا على الضغط نعملوا على الحلقات هذه النيره نتاع المجتمع اللي هابطه باش تدافع على ولاد تونس هذا هو ما نعملوا عليه. واضح واضح هو شوف القضايا اللي مطروحه الكل سواء داخل مجلس الامن القومي ليست جديده هي قضايا قديمه واثارتها من قبل رئيس الجمهوريه ليس عنوانا مؤكد لا لكشف حقيقه الاغتيالات ولا لمقاومه الجرائم المرتكبه في الاخونه والدوعشه نتاع اطفال تونس ولا ايضا في قضيه التنظيم السري وانما هي ورقات لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين ورقات للضغط على يوسف الشاهد. الكلام هذا مانيش نقول انا فيه مانيش انا نقول فيه راهو رئيس الجمهوريه شنو باش يفسروا الناس لقاء حافظ قائد السبسي مع راشد الغنوش النارات اليست محاوله لاعاده الود اليست محاوله لاعاده وهل عاد الود هاو ما عاد اجاني باش نقول لك اجاني باش نقول لك مهما كان شو شو مهما كان احنا منذ البدايه واضحين انه القضيه نتاع كشف التنظيم السري والارهاب والاغتيالات قضيه اساسيه لتونس والمناخ الانتخابي في 2019 واحدة من شروط مناخ انتخابي سليم وشفاف هو قضية كشف الاغتيالات ليس بهدف تصفية الحساب لا مع هذا ولا مع ذاك وإنما لتحصين تونس من آفة الإرهاب اللي مازالت متصدرة به متربصة به. أيضا قضية كشف شبكات التسفير لأنه ثم عودة متاع أكثر من 1000 إرهابي هل الأمن تونسي ومشكور لانه في الخط الاول للدفاع عن الارهاب امكانيه للمراقبه او المتابعه او الاحاطه النفسيه والامنيه لا نعتقد ذلك. احنا التعويل كل التعويل هو على شعب تونس هو على القوى الحيه هو على القوى الديمقراطيه من اجل الضغط اكثر ما ثم لانه كل صراحه بقاء الحكومه خطر يهدد شعب تونس والكوارث ما زالت قادمه. بالنسبه لحركه النهضه لا شك ولا جدال أنه تنظيمها السري قائم. احنا قبل انا نتكلم فيك في حزب العمال اي نعم تنظيم كله سري ما عملناش جهاز سري احنا اضطرنا القمع والاستبداد باش ورقه نطيشوها ونكتبوها باش نعقدوا اجتماع سري نتناقشوا فيه. اما هم منذ القدم هذه مساله تاريخيه معاهم الدم المفرق الاغتيالات إلى آخره ولذلك
اليوم ومصلحين ومعترفين. ولذلك اليوم القضايا هذه ما نحبوهاش تكون قضايا للمناورة أو لتحسين شروط انتخابات قادمة، لأنه الحقيقة هي قاتل الروح وين تروح. ومتأكد أنا قلتها في البرلمان لبعض من قادة حركة النهضة، اذهبوا إلى المحاكم أنتم قبل أن تجروا إليها. علاش؟ لأنه ثم بعض وجوه من خلال الوثائق ومشكورة الهيئة الدفاع على الشهيدين، ثم بعض وجوه وبعض أسماء ضالعة إلى النخاع في الدم والاغتيالات، ويعرفوا أرواحهم. البعض منهم جاء للبرلمان فقط لسبب وحيد، حتى يكسب حصانة، ولكن لا حصانة للقتلة. ولابد أن الموضوع هذا يتحل متى وكيف. التعويل على شعب تونس وعلى المجتمع المدني والحركة الديمقراطية. ملاحظة أخيرة بطبيعة الحال، أما القضاء وقت يبدأ فيه بشير العكريمي اللي هو جزء من منظومة التستر ويترقى يولي وكيل جمهورية، موضوع بالنسبة للنظام السياسي، بالنسبة للنظام السياسي الوقت ما بقاش يا أستاذة. النظام السياسي ليس مسؤولا عن الإخفاق. كان نظام رئاسي بن علي عمل انقلاب على بورقيبة لأنه البلاد في أزمة، وفرت له شروط الانقلاب والثورة قامت، لأنه المشكل في السياسات تاع الائتلاف الحاكم مدمرون ومخربون وفاسدون. أنت تعرفي الجمهورية والنظام السياسي مازالت ما تبنتش الدار، مش بالقرآن المقدس يتبدل وقت تعمل المحكمة الدستورية ويعيشوا التوانسة تحت نظام سياسي ورئيس الجمهورية عنده الإرادة للشعب طبعا. صادق بالعيد كمان من كبار الأساتذة في القانون الدستوري صرح أكثر من مرة والدستور التونسي عنده صلاحيات، ولكن رئيس الجمهورية تخلى على صلاحياته توا في عركته مع الشاهد حب يستعمل بعض الصلاحيات. واضح. فات من بكري ما جاوبتنيش لو على التعجيل في قانون مشروع قانون الأساسي لحالة الطوارئ. أول حاجة بالنسبة للقانون حالة الطوارئ، أنا نعتبر القانون هذية معناها ما وش يعني شو الأبعاد اللي عنده؟ ما وش بعد برك معناها أمني، عنده بعد سياسي. الحكومة هذه استعملته باش تصفي خصومها السياسية في وراهو بكل صراحة. أنا نتخيل رئيس الحكومة على ما أنا نعرفه، نتخيله معناها يا ما هوش فاهم، يا ما هوش فاهم شنو اللي قاعد يحيط به، يا مساهم فيه. خطر ما باش أنت معناها تستعمل ناس فاسدين في تصفية كانوا مش فاهم خطير وكانوا فاهم ومشارك أكثر. هذه حاجة أنا نحب توا جست نقول في كلمتين. احنا توا راهو بقطع النظر على التفاصيل، احنا توا اليوم مشروع إخواني قاعد اللي بيان انستالي في تونس. عندك التعليم متاعو كيما مدرسة رقيب، عندك الصحة متاعو الرقية الشرعية وجمعته وكل شيء موجودين، والمصحة العمومية تتنحى. عندك الكفاءات اللي يحكيوا عليها متاعو بالتنظيم السري، خذا الداخلية وخذا مفاصل الدولة. عندك حكومة مسنودة للشيء هذية. عندك عودة إرهابيين جايين مش نستقبلوهم، معنا وين نحطوهم ومعناش كيفاش نراقبوهم. دونك مش نحطو تونس أنديري بؤرة التوتر وباش نجمو نعودو ندمغجوهم. فهمت؟ يمكن نبعثوهم لأمريكا ولا لفرنسا بعد ما نرعروهم شوية ويرجعو لهم من فس. عندك معناها الاقتصاد اللي هو مهلهل والتهريب اللي هو كبر. هذا الكل تنجم تقول اللي الحكومة هذه ساهمت بالصمت متاعها المريب في الانستالاسيون متاع المشروع الإخواني المجرم. هذيك علاش أنا نعتبر اللي مش يصوت للحكومة هذية قش عليه صوت للمشروع الإخواني المجرم. هذية ما تنجم يتنحى كان بحاجة برك. يا شعب تونس، نهار 20 مارس أخرجوا يا شعب تونس، عبروا على الحفاظ على مكتسباتكم، التعليم والصحة العمومية، لا لعودة الإرهابيين طبعا، دائما في إطار منظم في إطار واضح. عادوا الإرهابيين عندهم مدة من 2015 والإرهابيين يهابطين بالمطارات. اللي عادوا تحت أنظار الحكومة وتحت أنظار الأمن
وناس هاو قدامك هاو تقارير بشهود من تركيا ينحيوا لهم السلاسل ويحطوهم في الطيارة ويمشيوا قش عليهم مسافرين عاديين. هذا اللي صاير في تونس. يا شعب افهموا، راهو لم تسقط دولة الفساد بل أصبحت دولة الفساد والإرهاب. شكرا شكرا مدام فاطمة. مدام مريم كلمة أخيرة. الكلام اللي قالته فاطمة صحيح كل ما بتعطي نظرة يعني واقعية واقع متشائمة جدا. أنا يظهر لي مدام فما ناس كما هيئة الدفاع على الشهيدين، ومدام فما نواب كيفنا نحن، ومدام فما متأكدة أنه في الشعب التونسي ناس فايقة وتفهم ما هيش تونس باش تمشي معناتها كما هم يحبوا لن يمروا لن يمروا. ولهذا معناتها اللي يحبوا يعديوه معناتها على التوانسة ما هوش بشي يوصلوا للي يحبوا عليه. احنا على كل حال كل واحد من موقعه يعمل اللي واجب باش يعملوا، وعنا اشكال اخرى راه مش كان القضيه هذه. اذا كان ما تحركش القضاء مع الاسف اليوم الداخليه مخترقه، القضاء مخترق، هذا الكل موجود، ولكن فما قضاة شرفاء كيما قاضي التحقيق 12 اللي هو توا ولا معناتها عاين كل المعاينات هذه القضائيه واعطاهم للنيابه العموميه. النيابه العموميه اللي هي الدافع نورمالمون على المواطنين وعلى مصلحه التوانسه، مش تخفي عليهم وتهددهم في الامن القومي نتاعهم. دونك فما متاكده اللي فما قضاة اخرين شرفاء كيفو ومعناتها الامل موجود. ان شاء الله تونس مستقبلا بخير. القضاء يلزم يتحرك، وكان ما تحركش بعد الشكوى هذه مازال عنا خطوات. شكرا للسيدات والسادة. تحب تقول حاجة وفاء؟ القضاء في هالمسألة هذه وفي مستقبلنا ومستقبل أولادنا، يا سادة القضاة نعرفوا اللي فيكم الشرفاء، ونعرفوا اللي فيكم زادة صحيح يبدأ شريف ولكنه حد وحد روح ما يحبش يدخل روح، يمكن خوف بما من ما وقع من إرباك مؤسستكم. اليوم راهو أمام كينون التونس، نكون أو لا نكون كشعب تونسي، راكم أمام قضية مصيرية. ما كومش فك القضايا العادية راهو اللي يبعثها لكم بن علي قبل، ليه كان عنا أمن قومي وكان عنا استعلامات وكان عنا. اليوم راكم كيما تحمي راك أنت اليوم كي تنظر في قضية الجهاز السري. انت نيابة العمومية دي ما عندي ثقة انه فما في النيابة العمومية، راهو النيابة العمومية ماهوش كان بشير العكرمي. النيابة العمومية عندنا رجالنا في النيابة العمومية، عندنا مساعدين لوكيل الجمهورية اللي هما شرفاء نخاطبهم. راهي المحاسبة راهو ما تنقاوش بأنفسكم حتى بسكوتكم. راهو إذا كان تسكتوا على ما يمارس في النيابة العمومية من رأس النيابة العمومية، راهو يوم باش تأتي المحاسبة، والمحاسبة جات في يوم ما لكن لأغراض، ما كانتش محاسبة حقيقية، كانت محاسبة ظالمة ظلمت قضاة وعزلتهم لأجل تركيع القضاء. اليوم أنتم أمام مسؤوليتكم. السيد وكيل جمهورية الشعب التونسي راهو مسألة الشعب التونسي، هذه راهي قضية أولادي وأولادك وأولاد الشعب التونسي، ولذلك راهي المحاسبة آتية. والله نقولها لكم ومتأكدة أن المحاسبة قد اقتربت وهي أقرب إلينا من شنية الكلمة اللي تتقال هذيك من حبل الوريد. قربت المحاسبة، راهي ما عادش راهي بضعة أشهر وسيحاسب كل من ارتكب جرما في حق هذا البلد التونسية. في خضم كل هذا بربي راهو ديما فما حاجات نيرة وأماكن محلاها كما قالت ديما، يلزمنا شوية أمل. زميلتنا مايا القصوري أصدرت كتابها نهج إنجلترا، نهنيها ونهني المرأة التونسية ونهني تونس بهالوليد الجديد هذايا، زميلتي مايا القصوري اللي هي زميلتي في الجامعة، زميلتي في المحاماة، وزميلتي اليوم في الإعلام. ومبروك يا مايا، وإن شاء الله في كتاباتك الجديدة وربي يحميها من رسائل وربي يحميها طبعا والوحيد. ربي يحميها، ولكن أنا فخورة بيك جدا مايا القصوري. شكرا وفاء شادي، شكرا خليل، شكرا للسيدات والسادة نواب الشعب لريم محجوب، فاطمة المسدي، عمار عمرو، سيه
كذلك نشكر كل الفريق التقني اللي واكب هذا اللقاء المباشر، وشكرا لهم مرة أخرى على سهرهم معنا. كذلك للسادة المشاهدين اللي تابعوا هذا البث المباشر، شكرا للسيد المخرج عاطف الغانمي. تصبحون على ألف خير.